السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الزمالك في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من زملكاوي. يا رب حلقة تنال رضا وإعجاب كل جماهير نادي الزمالك إن شاء الله في كل مكان. النهاردة كان يوم مهم، كان في مباراة ودية أخيرة لمنتخب مصر قبل خوض كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024. المباراة كانت أمام تنزانيا، قدر منتخب مصر إنه يفوز فيها بهدفين نظيفين. الناس كلها بتشوف إن المباراة أو أداء منتخب مصر في المباراة دي كان مش جيد، خصوصا في الشوط الأول. الشوط الأول كان أداء منتخب مصر باهت بعض الشيء، وده بلغة الكرة موجود، ممكن يكون الفريق ما فيش تجانس، بقاله كتير جدا ما بيتجمعش، فده اللي شفناه في الشوط الأول. الشوط الأول كان الموضوع كان صعب شوية. صحيح معظم اللاعبين اللي بيلعبوا لعيبة أساسيين بتواجد طبعا النجم الكبير محمد صلاح، فخر العرب وفخر مصر، ولكن ما كانش فيه انسجام. كان ممكن تلاقي جملتين ثلاثة في ال 45 ساعة الأولانيين، ولكن على بعد كده إيه مثلا كل 10 دقايق تلاقي حلو كده إيه جملة حلوة بتترتب بتتعمل شكلها حلو، ولكن ما بتصنعش فرصة أو ما بتصنعش هجمة إيجابية. ده اللي شفناه في الشوط الأول. يمكن الشوط الثاني الأداء بدأ يتحسن، شفنا كمان نزول لبعض اللاعبين غيروا أداء منتخب مصر بعض الشيء. الشوط الأول كان الأداء مش مقبول بالمرة، الشوط الثاني شفنا تغييرات، شفنا زيزو نزل عمل فرق شوية في نص الملعب، شفنا بعض اللاعبين برضو اللي ما كانوش في حالتهم، بعض اللاعبين كمان اللي ما كانوش بيشاركوا بشكل مستمر، شفنا فتوح بيطمن عليه النهاردة روي فيتوريا، وروي فيتوريا النهارده بعد المباراه وضح لك كل حاجه، اتكلم في كل حاجه عن المباراه. الناس كلها شايفه ان المباراه كانتش لا تليق باداء منتخب مصر في المباريات اللي فاتت، المباريات اللي كان شكلنا فيها كويس جدا، بنادي كوره شكلها حلو، ولكن دي اخر بروفا. انت بتلعب قدام منافس عامل عليك زي ما قال كده الاستاذ مؤمن حسن في تعليق، وقال لك ركن الاتوبيس. منتخب تنزانيا كان ركن الاتوبيس، اللعيبه كلها عاملين زون ديفنس، في كثافه عدديه كبيره جدا. يمكن الناس سالت فيتوريا ليه ما شفناش عرضيات كتير، فالراجل كان اجابته منطقيه. يمكن احنا دايما تلاقينا في الكره المصريه هنا ممكن واحنا بنتكلم مثلا على فريق نادي الزمالك بنقول هو ليه ما كانش فيه عرضيات. الراجل رد بمنطقية شديدة في المباراة دي وقال لك إن ما كانش فيه غير لاعب واحد بس في منطقة الجزاء في وسط خمس مدافعين من تنزانيا، فأنا صعب جدا إن أنا أشتغل على الكرات العرضية وهو فيه لاعب واحد، فكان لازم أغير الشكل الهجومي، أغير الشكل الشكل والأداء، وأعتمد على أساليب تانية توديني للمرمى منها الاختراق. وده شفناه من أكتر في أكتر من مناسبة، أكتر من كورة بيعملها إمام عاشور من نص الملعب، بيعملها عمر كمال، بيعملها محمد صلاح لما بينزل، وشفنا من خلالها الهدف الأول لمنتخب مصر عن طريق تريزيجيه. فإجمالا أنت ما تقدرش تحكم على منتخب مصر في مباراة النهاردة غير أنك حاولت تطمن على اللاعبين. طلعت من المباراة الأخيرة قبل المعترك الإفريقي بدون إصابات، ويا رب حتى الناس اللي في شك ان هم ممكن يكونوا اتصابوا، عمر كمال عبد الواحد، والراجل برضو طمن الناس عليه وقال ان شاء الله هيلحق. محمد الشناوي نفس الكلام، احمد الشناوي نفس الكلام، كل دول ان شاء الله باذن الله هيبقوا متواجدين. الراجل اتكلم ان عمر كمال الاصابه بتاعته بسيطه ان شاء الله باذن الله، واحد من اللعيبه المهمه قوي برضو في الكره المصريه في الفتره دي، عمر كمال عبد الواحد بيلعب لك على الخط اليمين ده ويلعب لك في اي حته، الراجل بيلعب باك رايت، بيلعب هاف رايت، الراجل ماشي بشكل كويس جدا مع فيوتشر، وفيتوريا بيعتمد عليه بشكل كبير جدا وبيثق في قدراته بشكل كبير. عندك كمان مين تاني اللي كان ممكن يكون مصاب كمان يا جماعه؟ عندنا عمر كمال، عندنا احمد الشناوي، عندنا محمد الشناوي، عندنا ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم كمان برضو يمكن اتخبط كده قبل ما يجي في تدريبات النادي الاهلي، ولكن برضو الموضوع مش هيأثر وهيبقى متواجد، برضو لاعب من اللاعبين المهمين جدا في صفوف منتخب مصر. في كمان محمد هاني، كان محمد هاني برضو من الناس اللي بيعتمد عليها فيتوريا بشكل كبير، ولكن
الراجل غاب النهارده مش لاسباب فنيه او فيتوريا مثلا ريحه النهارده عشان يشوف عمر كمال، لا، محمد هاني واخد كارت احمر في مباراه الجزائر، ومباراه الجزائر دي كانت اخر مباراه لعبها منتخب مصر، والمفروض حتى لو مباراه وديه المباراه اللي بيطرد فيها لاعب ما بيشاركش في المباراه الوديه اللي بعدها، فعشان كده كان غياب محمد هاني بسبب الطرد اللي حصل عليه في مباراه الجزائر بعد مباراه الجزائر طبعا مباراه تنزانيا، فعشان كده ما لعبش النهارده. طيب فتوح، شفنا النهارده فتوح راجل بقاله فتره ما بيلعبش مع نادي الزمالك، اطمنا عليه، الراجل ماشي بشكل كويس، عارف حساسيه المباريات ممكن ما تكونش برضو متواجده دلوقتي، فعشان كده الراجل بدا بفتوح، كده كده هو من الاعمده الرئيسيه والاساسيه في منتخب مصر، الراجل النهارده اداله من بدايه المباراه وكان ماشي بشكل كويس جدا، اتغير في الشوط الثاني بمحمد حمدي، والاثنين لعيبه عندهم كفاءه في حته الباك ليفت دي، صحيح فيتوريا بيبقى عنده قناعات، فتوح هو الاساسي بتاعي فهو ده الاساسي. الراجل عنده قناعات، شفنا النهارده على فكره توليفه نص الملعب، وتوليفه نص الملعب دي الراجل بيلعب في اخر 9 مباريات قبل المباراه بتاعت النهارده دي بزيزو في نص الملعب، عنده قناعه تامه بزيزو في الحته دي، بيقدر زيزو يقنع فيتوريا في الحته دي ويقنع مصر كلها، صحيح زيزو لعيب جوكر وبيقدر يصنع الفارق سواء مع نادي الزمالك او مع منتخب مصر، وكلنا شفنا طبعا مشاركته النهارده مع منتخب مصر، راجل حرك شويه الاداء في نص ملعب منتخب مصر، عنده سلاح التسديد، راجل سريع، راجل بيقدر يعمل كروس، راجل بيعمل الباص بشكل دقيق جدا، فحته مركز 8 دي بتبقى عايزه الامكانيات دي. مركز 8 هو حتى في نص الملعب الناس كلها عارفه مين اللي هيلعب في التشكيل الاساسي مثلا في مباراه موزمبيق، الناس كلها تقول لك في نص الملعب هي الراجل بيلعب 4-3-3 صريحه، وما بيلعبهاش بقى ايه بحرص دفاعي، يعني الراجل بيلعبها ممكن مدرب يلعبها ب6 و8، وده الشائع واللي بيعمله على طول، حتى فريرة لو نفتكر في الولاية الأولى لفريرة مع النادي الزمالك كان بيلعب بالطريقة دي، كان بيلعب 4-3-3، تتلاقي في لاعب محور في نص الملعب كده رقم 6 صريح، ساعتها كان كابتن إبراهيم صلاح، ساعتها بعديها بشوية كمان كان طارق حامد متواجد، وبيلعب بمعروف يوسف وبيلعب بلاعب تاني في نص الملعب، بيبقى عنده حته ان الاثنين لعيبه اللي في نص الملعب او الثلاثه لعيبه دول في واحد عنده قدرات دفاعيه بشكل كبير واثنين عندهم الميل لاكمال الهجمات والشكل الهجومي بشكل اكتر، فانت عندك محمد النني في نص الملعب كرقم 6 ورقم 8، هتلاقي عندك اثنين لعيبه، هتلاقي زيزو، هتلاقي حمدي فتحي، هتلاقي امام عاشور، هتلاقي اي لاعب تاني ممكن يلعب في الحته دي. ده النهارده في حتى كمان النهارده اطمنا على محمد صبحي، الناس شافت النهارده ان صبحي اتحرك، طبعا بقاله كتير ما بيلعبش برضه، يعني ده برضه العلم الناس كلها عارفه ان محمد ما بيلعبش، عشان كده فيتوريا بتطمن عليه وبيديله حساسيه المباريات قبل السفر لكوت ديفوار، فالراجل النهارده كان بيطلع عن مرمى كتير، وده كان خلي بالك في تصريحات فيتوريا ما بعد المباراه ان هو اللي كان بيقول له انه يتحرك او يطلع بشكل اكتر تحت المدافعين عشان يعمل الشكل ده، يعمل عمق دفاعي في شكل الفريق. ده شفناه النهارده، يمكن في كام كوره كده قلشت، ولكن دي وارده جدا مع اي لاعب ممكن يكون راجع من عدم مشاركه في فتره كبيره، الراجل بيرجع النهارده وصد كام كوره برضو بنطمن عليه. دلوقتي معانا واحد بقى من نجوم حراسه المرمى في نادي الزمالك ومنتخب مصر، والمدرب حراسه المرمى في منتخب مصر، مدرب حراسه المرمى في نادي الزمالك الكابتن الكبير كابتن ايمن طاهر، اللي حابين نقول له قبل اهلا وسهلا بيك كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد ميلاده، يا كابتن ايمن مشرفنا ومنورنا. كابتن ايمن، طيب كابتن ايمن معانا؟ طيب خط فصل، ان شاء الله يرجع لنا مره تانية كابتن ايمن طاهر.
فانت عندك النهارده حاجات ايجابيه، حاجات ايجابيه. طيب بصفه عامه دي تجربه مفيده؟ انا اقول لك مفيده. طب ما احنا ما شفناش شكل حلو كده لمنتخب مصر، واحنا حابين نشوف الشكل الحلو ده لمنتخب مصر دايما، زي ما الراجل معودنا، الراجل نتائجه كلها ايجابيه معانا. فيتوريا دايما نتائجه ايجابيه. كابتن ايمن، نرجع لنا. كابتن ايمن، مشرفنا ومنورنا وكل سنه وانت طيب. انت بالصحه والسلامه، ربنا يخليك. زي حضرتك، عامل ايه؟ مشرف قناه الزمالك وزملكاوي. ربنا يخليك، ده انا اللي الشرف يا حبيبي. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه 113 سنه على نادينا العظيم وتاريخنا وكياننا الكبير. كابتن ايمن، يمكن انت توليت تدريب حراسة المرمى في فترات كبيرة في نادي الزمالك مع فريرة، وفي أوقات كتير تاني مع منتخب مصر. شايف ازاي حراسة المرمى في منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا اللي جاي؟ لا يعني أنا شايف إن الاختيارات منطقية. دايما يمكن أنا عشان اشتغلت مع أجانب كتير، فالفكر مثلا بتاع كوتش بتاع فيتوريا ان دايما بيبقى حابب ان هو دايما يبقى في اتنين، مش بنقول كبار في السن، انما اصحاب خبرات، وفي ناس تانية تبقى اجوال صغيرة، وهو ده المنهج اللي هو حاطه. يمكن هو محمد، طبعا محمد الشناوي بيأدي بشكل كويس، جبل بيأدي بشكل كويس، احمد الشناوي طبعا حراس الموهوبين اللي موجودين في مصر، ولازم يكون معاهم جول صغير. منطقيه الى على حسب فكر الاجانب، زي ما انا بقول لك يعني عشان اشتغلت مع ناس كتير معاهم. انما انا شايف مثلا ان عواد كان لازم يبقى ليه فرصه. لعب كل الماتشات اللي فاتت، صبحي كان بعيد، ويمكن النهارده اللي هو عمله ان هو اداله عشان يديله احساس الماتشات، لانه بقاله يمكن شهرين او اكتر يعني بره فورمه المباريات. انما انا شايف ان عواد كان اقرب، مش على صبحي يعني، عشان انما صبحي جول صغير، ودي انا بقول ان الاجوال الصغيره اللي عندهم خبرات، زي صبحي لعب افريقيا كتير ولعب مع المنتخب الاولمبي وخد بطوله افريقيا والكلام ده كله، ففي السن الصغير دايما الاجانب بيبقى فكرهم كده، وانا اشتغلت مع ناس كتيره منهم فانا عارف فكرهم بيبقى عامل ازاي. انما عواد كان يستحق ان هو لازم يبقى موجود في الاختيارات. انما بص يا احمد، انا دايما كنت بقول وانا ماسك في المنتخب، انت انا وانت من حقنا ان احنا نتناقش في القايمه ونقول احمد يستحق، محمد لازم مش عارف ايه، ايوه يكون موجود. اول ما القايمه بتطلع فاحنا بنساند وبنقول ان الاختيارات صح، ومساندين للجهاز، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في البطوله الكبيره دي. طالما طلعت القايمه خلاص نبقى بنساند، انما قبليها من حقي ان انا اقول رايي، حقك ان انت تقول رايك في الاختيارات. لما طلعت القائمه بتقفل على كده بس كده. كل الدعم والتوفيق والمسانده والكلام الحلو ده كله طبعا لمنتخب مصر، ده الطبيعي، ويرجعونا ان شاء الله باذن الله بالكاس باذن الله. يا رب. بما انك ذكرت الكاس والبطولات، هي غايبه عننا طبعا بقالها كتير قوي عن منتخب مصر، يمكن من 2010 وصلنا نهائيين، 2017 2021 2017 امام الكاميرون. الموضوع كان صعب جدا علينا لاننا احنا اللي تقدمنا، وبعد كده الكاميرون عملت كامباك وخسرنا 2-1. في السنغال خسرنا بركلات الترجيح. شايف الفتره دي او النسخه دي منتخب مصر يقدر يحقق البطوله دي؟ بص، انت بتخش اي بطوله كمنتخب مصر يا احمد، انت مرشح من المرشحين الاوائل، وكل فرق افريقيا بتعمل لك 1000 حساب. صحيح. انما احنا عايزين نقول ان المباريات بتبقى صعبه. المنتخبات دي عندهم لعيبه محترفه على مستوى عالي، وفي انديه كبيره. كميه اللعيبه المحترفين، لما تلاقي فرقه محترف مثلا القائمه بتاعت 23 وتلاقي 21 ولا 22 لعيب محترف، فطبعا دي. انما اللي عايز اقوله ان افريقيا ما بقتش سهله، والفرق ما بقتش سهله، وماتشاتنا مع افريقيا ما بقتش سهله. انما
النقطة اللي احنا بنلعب عليها ان احنا دايما اسم مصر بيرعب اي حد، حتى لو انت في اكتر وقت بالنسبة لك انت حاسس ان فرقتك مش كويسة، انت بتروح وبتأدي. واعتقد ان مجموعة اللعيبة دي أدوا البطولة اللي فاتت، لان برضو احنا كنا في الاول من الاول البطولة اللي فاتت كنا بنقول المنتخب لا مش هيعدي مش هيكمل، ولعبنا نهائي وربنا ما وفقناش بضربات الجزاء. بنعرف نتعامل مع البطولات المجمعة احنا كابتن ايمن. ايوه انت المجمع بالنسبة لك بيبقى بتبعد قصة الاندية وبتركز في مصلحة مصر بس. صح. فيعني انت دايما الناس بتبقى متشائمة اي قبل بطولة، وبعد كده بنفضل ان احنا اسمنا كبير وفي افريقيا الناس عارفة مين منتخب مصر، لغاية لما بنوصل لغاية النهائي. السنة اللي فاتت مع ربنا ما وفقناش، انا بتمنى ان شاء الله يكون التوفيق حالفنا المرة دي وناخد البطولة بإذن الله. كابتن ايمن، انت واخد 19 بطولة مع نادي الزمالك في اوقات كتير ومتفرقة، يعني كمدرب حراس مرمى. يا كابتن انا مذاكرك كويس يا كابتن. كمدرب لحراس المرمى، انهي فترة كنت حاسس فيها ان دي احسن فترة في حراسة مرمى نادي الزمالك وشغلك فيها كان حلو جدا وكنت مبسوط جدا بالشغل فيها؟ والله كل فتراتي في نادي الزمالك انا ببقى مبسوط فيها، يعني انا بحس ان انا بنزل رايح بيتي، رايح بيتي مش رايح النادي يعني. انما يمكن الفترات اللي كانت جميله بالنسبه لي كانت 2015 مع بروف بريرا. صحيح. كان معايا جبل واحمد الشناوي وجنش. كانوا الثلاثه بيقضوا على مستوى عالي جدا، ويمكن كان جنش كنت بلعب دوري بجول وكاس بجول، وجنش خدنا بطولة كاس مصر وخدنا الدوري وخدنا الكاس بالشناوي وجبل. صحيح. السنتين اللي فاتوا برضو خدت دوري وكاس. عواد وجبل وصبحي لما رجع، الحمد لله يعني كل الفترات اللي جوه نادي الزمالك بتبقى بالنسبه لي فترات جميله يعني. مين احسن مدرب اشتغلت معاه كابتن ايمن؟ بص انا فيريرا اشتغلت معاه مرتين، الولايه الاولى والثانيه. الولايه الاولى والثانيه، ويمكن جمعنا دوري وكاس في الولايتين. صحيح. الحمد لله. في اجانب كتير اشتغلت معاهم يعني، مدربين على مستوى عالي. انما مستر باشيكو برضو اشتغلت معاه، من المدربين المميزين المحترمين. يمكن هما الاثنين دول اقرب ناس ليا يعني. شايف منافسه نادي الزمالك فيما بعد فتره التوقف دي، هل الفتره اللي جايه دي عندنا بطولتين وديتين ممكن تفرز لنا كده او تخلي مثلا في استقرار بشكل كبير قوي فني لنادي الزمالك في الفتره دي، ازاي يستغلها الكابتن معتمد؟ انا بدأ يعني بدأ ان ربنا يوفقه هو والجهاز، و يعني انا شايف انا بص بسمع اخبار انما انا ما فيش حاجه متاكده ان في لعيبه ابتدت انها تتحرك لانديه تانية. سامع ان موضوع القيد ان شاء الله هيخلص. انت محتاج ان انت تستقر قبل البطولتين الوديتين اللي جايين دول على قوام رئيسي هتشتغل بيه لتكمل بعد كده. اعتقد ان هم شغالين على الملف ده كويس. اعتقد ان كجوه الفرقه الجهاز الفني يعني عندهم درايه، او كابتن معتمد عندهم درايه بالتحركات او الانتدابات او اللي هيجي او اللي هيخرج او كلام من ده. فبقول يا رب ان شاء الله ان ربنا يعطاهم ان هم يحطوا خريطه تكون كويسه تعمل قوام، بحيث ان انت بيبقى عندكش مشكله في الفترات بعد كده كفنيا او اداريا او الكلام ده كله او ماليا. طيب كابتن ايمن، مش عايز انسى ان اسالك برضو على منتخب 2005. حضرتك بتدرب حراس مرمى منتخب 2005، تطمنا برضو على المنتخب. والله الحمد لله يعني. انا الفتره بتاعت المنتخب دي بتاعت 2005 دي انا كنت اتطردت فيها.
انما يعني هو انا اتكلمت على اساس ان انا يمكن انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله زي ما بيقولوا كده انت عملت كل حاجه، يعني ده حقيقي. خدت بطولات مع النادي، دربت منتخب مصر الحمد لله، كل الجوال اللي في مصر تقريبا اشتغلوا معايا، فانا مدي لنفسي تحدي جديد ودوافع جديده ان احنا ممكن يبقى عندنا صف ثالث بالنسبه لمنتخب مصر. شغالين على الفتره دي، منتخب فيه عناصر كويسه مبشره، في جهاز فني محترم، وائل شيتوس وعلاء ورامي والجهاز كله، سواء جهاز فني او اداري او طبي او احمال، يعني جهاز محترم، مجموعه من عناصر 2005 اعتقد ان هم في خلال 3 4 سنين ممكن يكونوا يعني مساهمين بشكل كبير في قوام لمنتخب مصر الاول باذن الله. اتمنى التوفيق ان احنا نعمل حاجه ان شاء الله، عندنا افريقيا، تصفيات شمال افريقيا، وبعدين بطوله افريقيا، وعندنا كاس عالم، يعني عندك مشوار ان شاء الله باذن الله، بتمنى ربنا يوفقنا فيه ونقدر نعمل حاجه لمنتخب مصر والاسم بلد ان شاء الله. مين العناصر اللي موجوده في حراسه المرمى كابتن معاك؟ والله يا احمد انا في خلال 4 تجمعات جبت 22 جول الله اكبر ما بين 2005 و2006، يعني كلهم عناصر مبشره. احنا في فتره دلوقتي ان انت بالترتيب ارقام، يعني انت بتحط تخيل بتتفرج على 22، بعتنا جبنا لعيبه مزدوجه جنسيه ومحترفين، وجبت جول من الاتفاق السعودي، يعني بندور على كل حاجه بحيث ان احنا لما تستقر على القائمه النهائيه يكون عندك قوام ان شاء الله باذن الله يخدم منتخب مصر باذن الله. كابتن ايمن شرفتنا ونورتنا، وكل سنه وحضرتك طيب وبالف خير وسعاده. وانت بالصحه والسلامه، متشكر جدا متشكر جدا. شرفنا ونورنا النجم الكبير وحارس مرمى نادي الزمالك والمدير ومدرب حراس مرمى منتخب مصر سابقا ونادي الزمالك سابقا، كابتن ايمن طاهر. تعالوا نروح نشوف التقرير ده للكابتن ايمن طاهر ونرجع لكم نروح لفقره الاخبار، ابقوا معنا. يحتفل اليوم أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر للشباب بعيد ميلاده 58، حيث ولد في 7 يناير من عام 1966. المونديالي أيمن طاهر نجم حراسة مرمى الزمالك في نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات، والذي كان ضمن قائمة الجنرال محمود الجهري التي مثلت المنتخب القومي في كأس العالم نسخة 1990 بإيطاليا. وتولى أيمن طاهر عدة مناصب فنية في الزمالك في مهمة تدريب حراس المرمى، سواء على مستوى الفريق الأول أو قطاعات الناشئين والشباب. كما تولى تدريب حراسة منتخب مصر القومي في الجهاز الفني لحسام البدري خلال الفترة ما بين عام 2019 و2021. وعلى المستوى التدريبي أيضاً، تولى أيمن طاهر تدريب حراس مرمى أكثر من فريق بالدوري الممتاز، مثل حرس الحدود، بتروجيت، اتحاد الشرطة، كذلك الشرقية. أيمن طاهر الحارس الأمين للعرين الأبيض ومكتشف المواهب الصغيرة والكوادر الشابة للحراس على مستوى مصر. عيد ميلاد سعيد. اهلا بكم من جديد في زملكاوي. يعني نروح لفقره اخبارنا، واول اخبارنا من عند تصريحات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بعد الفوز على اثيوبيا بهدفين، تنزانيا بهدفين نظيفين. الراجل اللي اتسال في كذا حاجه بعد المباراه في المؤتمر الصحفي، الراجل اتسال عن ان ما شفناش كرات عرضيه لمنتخب مصر في المباراه. الراجل قال انا عندي فيرود واحد في وسط 5 لاعبين من الخصم، اكيد لما الاقي لعبت في الموقف ده هشوف طريقه تانية اختارك بيها. اتسال برضو عن ان صلاح اتدفع بيه كمهاجم صندوق. الراجل قال بدات بصلاح وينج يمين في مكانه اللي احنا متعودين عليه، وانهى المباراه وهو بيشتغل في العمق.
صلاح ورقة مهمة جدا أقدر أستخدمها بأكتر من طريقة، وهدفي إن صلاح يظهر كامل قوته وطاقته في منطقة الجزاء عشان بيكون قادر على الحسم وهو في الحتة دي. اتسأل كمان عن حلم التتويج بالنسبة لجمهورنا العظيم جمهور المصري، حلم التتويج بأمم إفريقيا. قال أنا فزت بألقاب كتير، مفيش ولا لقب كسبته بالوعود، أنا كسبت الألقاب كلها بالشغل. كلام محترم جدا. سأل برضو عن مين اللي بيسدد ركلات الجزاء. قال المسدد لركلات الجزاء محمد صلاح، احنا بنتدرب كل يوم على ركلات الجزاء، ولكن في عناصر كتيرة بتقدر تسدد ركلات الجزاء بشكل مميز. عندنا كمان اتنين لعيبة في كل مركز. لما تسأل عن التشكيل او السكواد اللي هو واخده هينافس بيه، قال احنا عندنا اتنين لعيبة في كل مركز تقريبا، وفي مراكز فيها اتنين وتلات لاعبين. قلب الدفاع في خمس لاعبين، ده لان حجازي لسه راجع من اصابة، عبد المنعم معانا من ضغط مباريات مع الاهلي، علي جبر كان ما بيشاركش باستمرار مع بيراميدز، ولذلك استعنت بخمس مدافعين. المغرب ونيجيريا وكوتيفوار وتونس والجزائر وغانا والسنغال كلها منتخبات قوية. ما اقدرش اتكهن او اتوقع او اقول لك مين فيهم الاقوى، لكن كلهم منتخبات ليها كل الاحترام. راجل في اخر كلامه طبعا ختم الكلام بانه شكر المسؤولين في العاصمه الاداريه، قال اشتغلنا هناك في المعسكر الاعدادي لامم افريقيا بشكل جيد جدا، وزياره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه فخر كبير لينا اننا نلاقي رئيس الجمهوريه موجود وبيقدم الدعم لينا. بشكر كمان وزير الرياضه وبشكر اتحاد الكره. ده كان كلامه تصريحات روي فيتوريا بعد فوز منتخب مصر على تنزانيا. في خبر تاني من عند منتخب مصر، منتخب مصر هيحصل على راحة 24 ساعة بعد الفوز على تنزانيا بهدفين نظيفين في المباراة اللي أقيمت النهاردة على استاد القاهرة استعدادا لأمم إفريقيا. هيعود لاعبي منتخب مصر لفندق الإقامة مساء غد للمبيت قبل السفر لكوتيفوار عصر يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للمشاركة في أمم إفريقيا. كل توفيق إن شاء الله بإذن الله لمنتخبنا الوطني في كوتيفوار، ويرجع لنا إن شاء الله بإذن الله بكأس البطولة الغايب من 2010. روح لأخبار نادي الزمالك، ونادي الزمالك هيخوض مباراتين وديتين. اتفق الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكابتن معتمد جمال على إجراء مباراتين وديتين في فترة التوقف الدولي. كابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي أتم الاتفاق مع فريقي كاسكادا والإعلاميين إنهم يبقوا المباراتين الوديتين اللي هيلعبهم نادي الزمالك، وتحدد ليهم يومي الاثنين والأربعاء المقبلين على الترتيب. بيسعى طبعا الجهاز الفني لنادي الزمالك انه خلال فترة التوقف الدولي وقبل السفر لخوض دورتين وديتين في يناير انه يجهز اللعيبة بشكل كويس من خلال اقامة البطولتين المباراتين الوديتين دول. نادي الزمالك بيستعد للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الاماراتي، ودي فيها نادي الوحدة الاماراتي الاتفاق السعودي مصلال القطري. البطولة هتبقى من 18 حتى 24 يناير، والبطولة الثانية هتكون كأس دبي للتحدي في الفترة من 26 حتى 28 يناير، هيبقى فيها نادي الرجاء المغربي، أهلي جدة السعودي، ووهان ثري تاونز الصيني. إن شاء الله برضو تبقى معترك ودي حلو جدا، أكتر من مدرسة يشارك ويحتك بيها نادي الزمالك في الودي في الدورتين الوديتين دول إن شاء الله. كملين أخبارنا من عند الكابتن معتمد جمال اللي عقد جلسة مع اللاعبين على هامش المران اللي أقيم النهاردة. كابتن معتمد حفز اللاعبين عشان مواصلة العمل والتركيز بشكل قوي جدا في الفترة اللي جاية، أكد ثقته في كل اللاعبين اللي موجودين. كمان قال إن الجميع عنده فرصة قوية خلال الفترة دي للاستعداد بالشكل المناسب، وقال كمان الفريق هيخوض دورتين وديتين في الإمارات، ومن الضروري الظهور خلالهم بشكل يليق باسم نادي الزمالك.
في نهاية الجلسة كابتن معتمد حرص على منح بعض التعليمات الفنية للاعبين لتطبيقها في ميران اليوم. خبر كمان من عند أوباما، أوباما رجع للتدريبات. يمكن أوباما كان بيشتكي من إجهاد عضلي في الفترة اللي جاية، انتهى من البرنامج التأهيلي اللي وضعه ليه الدكتور محمد أسامة ورجع مرة تانية للمشاركة في التدريبات. الجهاز الطبي اطمن على أوباما خلال المران، بعدها شارك أوباما بشكل طبيعي في الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية. المسلوسي كمان برضو كان بيشتكي من إجهاد في عضلة السمانة، فبيواصل دلوقتي البرنامج التأهيلي الموضوع ليه عشان يتخلص ويتعافى من الإجهاد العضلي اللي لاحق بيه في عضلة السمانة. المسلوسي أدى مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل الملعب وداخل الجيم بمقر نادي الزمالك، وفي نفس الوقت خاض عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال. سلامات لكل اللعيبة اللي عندهم إجهاد، اللعيبة اللي إن شاء الله في إصابة بإذن الله يرجعوا في الفترة اللي جاية أحسن وأفضل وأقوى من الأول. عندنا خبر كمان من عند كابتن محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى نادي الزمالك، اللي أشاد بحراس مرمى نادي الزمالك وتطور أدائهم في الفترة الأخيرة. شدد كمان على التزام محمد عواد في التدريبات بعد انضمامه لقائمة منتخب مصر، وقال كابتن محمد إن عواد بيؤدي التدريبات بجدية، بركز في شغله بس دون الانشغال بأي أمور تانية. طبعا عارفين إن عواد انضم للقائمة المبدئية وتم استبعاده في القائمة النهائية اللي منتخب مصر لا تخوض كاس أمم إفريقيا. وفيما يخص الحراس الشباب عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء، أشاد بيهم برضو كابتن عبد المنصف إنهم أدائهم اتطور في الفترة الأخيرة في التدريبات وخلال مشاركة في المباريات الخاصة بفرقهم اللي بيشاركوا معاها. وقال إن عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء هيكون ليهم دور في المباريات الودية خلال الفترة اللي جاية مع الفريق الأول. كده آخر أخبارنا، انتهت أخبارنا. هنروح دلوقتي، طيب دلوقتي هنروح لفاصل، ومن الفاصل ده قبل الفاصل هنروح للقاء مع رئيس نادي الزمالك رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كابتن حسين لبيب، وبعده هنستقبل ضيفنا في الفقرة الأولى أحمد مسعد حافظ المحلل الرياضي. ابقوا معنا. طبعا انا برحب بيكم اعزائي مشاهدي قناه الزمالك. النهارده معانا طبعا كابتننا الكبير كابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، النهارده متواجد يعني في احتفاليه عيد الميلاد المجيد وخطنا الاقباط الاحتفاليه اللي بينظمها نادي الزمالك، النهارده مفخره حقيقه. يعني اول حاجه بنقول كل سنه واحنا كلنا كمصريين طيبين بمناسبه عيد الميلاد المجيد، وبنهنئ اخواتنا الاقباط المصريين وهم يعني ضلع كبير في نادي الزمالك ولهم يعني زي ما نقول كده يعني صولات وجولات في النادي، بنهنئهم بعيد الميلاد المجيد وكل سنه وهم طيبين. احنا عاملين ده برضو لاطفالنا اطفال النادي عشان الناس كلها تعرف قد ايه النادي بيهتم بالناحيه الاجتماعيه، فيعني ان شاء الله كل الاعضاء اللي هيبقوا متواجدين وحاليا متواجدين يبقوا مبسوطين ان شاء الله. حسين دايما يمكن شايفين في الاونه الاخيره اشياء اجتماعيه كتيره جدا، تنظيمات اجتماعيه وحفلات ترفيهيه للاعضاء، والاعضاء فعلا يمكن كنا بنتكلم معاهم من شويه مبسوطين جدا بكل النشاطات الموجوده داخل النادي. يعني احنا بنحاول دلوقتي ان احنا فعلا نبين ان بالنسبه لنا الناحيه الاجتماعيه زي الناحيه الرياضيه كل دول لهم حقوق علينا، سواء جماهير نادي الزمالك العظيمه، واحنا ماشيين في كل الملفات ما بنحاولش نطلع نقول اي حاجه الا لما تتم فعلا. وبالنسبه للناحيه الاجتماعيه ابتدينا في بعض التطوير للنادي، ده غير برضو ملف ال 6 اكتوبر، يعني انا بذكر ناس ان احنا مش ناسينه، انما بنحاول نعمل حاجه ان شاء الله هترضي جميع الزملكاويه، يبقى فخر لنا كلنا كزملكاويه. وبالتالي في ملفين من الناحيه الانشائيه احنا شغالين عليهم
بدرجة كبيرة جدا، اللي هو تطوير النادي هنا الزمالك، وأنا بسميه من النهاردة نادي الزمالك فرع ميت عقبة، ثم بعد ذلك إن شاء الله هيبتدي يطلع ويبان ما يسمى نادي الزمالك فرع أكتوبر. كابتننا الكبير طبعا أستغل وجود حضرتك معنا، وطمنا على الفريق الأول والقيد والملفات دي. يعني زي ما بنقول إن شاء الله كل الناس تطمئن، إن شاء الله إحنا ماشيين كويس، بس يعني إحنا عهدنا وده اللي اتفقنا عليه، ما بنتكلمش في أي حاجة إلا أما بتتم، إنما نتفائل خيرا إن شاء الله. مجلس إدارة بالكامل كله بيحاول إن هو يمشي في كل الملفات مع بعض، عشان في الآخر جماهيرنا وأعضاء الجمعية يبقوا مبسوطين باللي بيحصل ده. ومتهيألي بقى في تغيير جامد جدا في خلال الشهرين السابقين، وده الفيدباك أو ده اللي كل الناس ابتدت تلاحظه وتقول عليه، بصرف النظر عن بعض المغردين إن هم بيتكلموا كلام أنا ماليش دعوة بيه خالص. خلينا نركز في شغلنا، خلينا نركز في إزاي جماهير النادي وأعضاء الجماعة العمومية يبقوا حاسين بالتطور اللي النادي هيبقى فيه، وإن شاء الله نوصل لأعلى القمة فيه إن شاء الله. ده اللي لامسينه يا فندم، ده اللي لامسينه في النادي، وكل الأعضاء مبسوطين، وجمهور الزمالك عارف إن مجلس الإدارة بيعمل في صمت وكل الملفات شغالين عليها. أنت حضرتك مولي كل واحد ملف ماشي بشكل ممتاز فيه. ان شاء الله خير، ونتمنى ربنا يكرمنا ووفقنا، احنا بنجتهد وعلى الله ان شاء الله تكليل جهودنا دي بالنجاح لصالح النادي العظيم اللي احنا كلنا فخورين ان احنا بننتمي له. شكرا جدا يا كابتننا، نورتنا وشرفتنا، شرف لينا كبير جدا وتواجدك معنا النهارده. شكرا جزيلا. شكرا. اهلا بكم من جديد في زملكاوي، مشرفنا ومنورنا في الفقره الاولى الحواريه احمد مصعد حافظ المحلل الرياضي. احمد مشرفنا ومنورنا وسعيد جدا انك موجود. انا المبسوط اكتر والله ان انا موجود معاك النهارده، ودايما في نجاح وتالق كده على طول. ربنا يخليك، دايما مستمتع بيك طبعا وبرائك دايما حبيبي. على السوشيال ميديا لو اتكلمنا كده عن حصاد ل 2023 من نادي الزمالك، انت محضر لنا فيها اكتر من حاجه هتتكلم فيها، ايه اول حاجه انت حابب تتكلم فيها في البدايه؟ احنا حابين الاول ان احنا نقول ان سنه 23 ما كانتش سنه كويسه لنادي الزمالك، اتعرضنا فيها لامور كتير وخسائر كتير، رغم ان احنا كنا داخلنا كابطال الثنائيه المحليه مع فريره. في الموسم دوت احنا كان فريرة كان موجود في البداية، وبعد كده جاء كابتن أسامة نبيه، وبعد كده جاء فريرة مرة تانية، وبعد كده كابتن أحمد عبد المقصود، دخلنا في تجربة تانية مع أوساريو، ثم نهينا بكابتن معتمد جمال. بالتأكيد طبعا المدربين المصريين مش هنقدر ان احنا نقيم التجربة كاملة، لان الناس كانت بتمسك ماتشات قليلة من غير استقرار طويل، لكن خلينا نقول ايه المشاكل اللي الزمالك اتعرض ليها عشان من خلالها نتفاداها في 2024. في البداية فريرة دخل الموسم بشكل معين، عشان نوصل للنهاية اللي احنا وصلنا لها في شهر 12 ان الزمالك يكون موجود في مراكز متأخرة، كل الامور دي لازم ان احنا نبدأ نحلل المشاكل دي حصلت من خلال امور خطوات كتير اتعرضنا ليها. عشان نبدأ نقول ان الزمالك مشى خلال الفترات اللي فاتت بان احنا بدأنا بشكل وبهوية معينة اتوجدت في وجود جروس من السنين اللي قبل كده في 2018 بالظبط كده. دخل جروس بفكر غير مدرسة اللعب والفن والهندسة اللي كانت موجودة في نادي الزمالك، بدأنا نكون فريق دفاعي صلب جدا دفاعيا، بنعتمد على الهجمات المرتدة والسرعات بتاعت زيزو ثم إبراهيم حسن، وكانت مجموعة من اللعيبة اللي موجودة. جاء بعد كده كارتيرون ثم باتشيكو ثم كارتيرون مرة تانية ثم جاء فريرا، كل ده كانوا بيلعبوا بطرق لعب معينة اللي هي معتمدة على الميد بلوك للفريق، وبنلعب على المرتدات. بدأنا المشكلة امتى؟ فريرا لما دخل لنادي الزمالك لقى ان الكواليتي ما كانش احسن حاجة، وعشان يعدي الموسم اللي عمل فيه موسم ناجح لعب بطريقة 3-4-3. كسب الموسم، دخل الموسم الجديد عنده رغبة انه يطور من عملية الاداء اللي موجودة للفريق، واللي حصل في الوقت ده ان تم التعاقدات للعيبه الكواليتي بتاعها ما كانش يساعد فريرة على عمليه التطوير ديت، ودي المشكله الاولانيه اللي اتحطت في نادي الزمالك. ولا فريرة في بدايه السيزون بعد ما حقق نجاح في الموسم اللي قبله كان عايز يمشي بنفس النمط، يلعب 3-4-3، وفي بعض الصفقات ممكن ما يكونش هو نفسه راضي عنها بالظبط، عشان كده اتاخر حتى في انه يشرك اللاعبين دول، وبعد ضغوط كلنا فاكرينها الراجل بدأ يشارك الناس،
ومن ساعتها من ساعة هو ما حس ان في ضغط ان اللعيبة اللي جاية دي لازم تلعب، الراجل شت وما شفناش فريرة بالظبط غير في نسخة كانت صعبة في سنة كانت كارثية بالنسبة للنادي بالظبط. هو ده فعلا اللي حصل بنفس السيناريو ده بالظبط، لان فرض عليه لعيبة معينة وهو حتى كان في اسماء ملوش لازمة ان احنا نرجع لها، هو طلبها بالاسم ما جاتش واتفرضت عليه الاسماء ديت، سواء قابل بالصمت او ان ضغط عليه عشان الناس دي تكون موجوده، لكن فيريرا لعب بطريقه 4-3-3 المحببه ليه لانه كان عاوز يعيد الزمالك لسنه 2014 في الموسم التاريخي بتاعه. طريقه 4-3-3 معتمده على ايه؟ معتمده ان قوتها كله واقف على وسط الملعب، لازم يكون عندك ثلاثه بروفايل في وسط الملعب يكون عندهم كل واحد فيهم ليه ستايل معين، عندك خط وسط مدافع قادر ان هو يقطع الكوره في منطقه وسط ملعبك، قادر ان هو يسترجع لك الكوره، هو خط الامان الاول للمدافعين، عندك لاعب بوكس تو بوكس اللي هو خط الوسط الارتكاز، لعيب اللي بيقدر انه يلتحم في الملعب، بيقدر يقطع الكوره، بيقدر ان هو يرجع الكوره في وسط ملعب الخصم بشكل دايم عشان يعيد لك الهجمه بتاعتك، وعندك لعيب وسط ملعب مهاجم، ده اللاعب اللي بيقدر ان هو يزيد مع الخط الهجومي عشان يقوم بدور صانع الالعاب. الثلاثه اللي كانوا موجودين معاك في الوقت اللي فريرا بدا ان هو يغير كان دونجا وعمرو السيسي وامام عاشور. في الوقت ده كان الثلاثه لسه مش متفاهمين مع بعض، ضغط المباريات بيزيد، ماتشات مهمه، سوبر قدام الخصم التقليدي بتاعك، سوبر قدام الهلال السعودي، رغم ان احنا كنا لسه بادئين الموسم عملنا ماتش كبير جدا في حدود المعقول اللي فريرا كان شايفه، بدات ان انت غيرت بن شرقي وجبت ابراهيم اناداي، فطبعا كان في اختلاف في الكواليتي كبير جدا، كل ده انت تعرضت ليه في الملعب. خلينا نقول ان طريقه 4-3-3 بالشكل اللي احنا شرحناه ايه ابرز امثله ليه عشان الناس تكون فاهمه معانا، زي ريال مدريد في النسخه الثلاثيه بتاعته، كاسيميرو اللعيب اللي بيقطع الكوره، كروس اللعيب اللي بيضغط وبيطلع الباص بسرعه، مودريتش اللعيب المهاجم اللي بيقدر انه يصنع لك الكوره. صحيح. في المقابل كان في بايرن ميونخ في 2016 مع بيبي جوارديولا، كانت برضو في نسخه قويه جدا، تشابي الونسو بيقوم بنفس الدور، فيدال اللعيب بقى الستايل المختلف في وسط الملعب اللي بيضغط وبيدخل منطقه الجزاء كمهاجم تاني مع ليفاندوفسكي وتياجو الكانتارا. بكده كان الفرقه لازم يكون العصب بتاعك هو خط الوسط. اللي حصل طبعا ان دونجا كان بروفايل مختلف جدا عن طارق حامد، ده كان اول نقطه احنا تعرضنا ليها. طارق حامد من لعيبه وسط الملعب المدافعين اللي بيقدروا يتحركوا في مساحه كبيره، يعني الفرقه كلها تطلع هو قادر يغطي لك اكبر مساحه في الملعب عشان بيلعب دايما على التوقع وخبرته، بيتحرك ناحيه الكوره هتروح في الاتجاه ده فبيبدا ياخد خطوتين يساعد على عمليه الضغط. دونجا ما كانش لسه قادر يدخل في العمليه دي، واحنا هنقول خلال 2023 اللعيبه اتطورت ازاي. عمرو السيسي اللعيب اللي انت جبته رقم 6 في طلائع الجيش حطيت وسط ملعب ارتكاز، طالب منه انه يضغط ويلتحم ويطلع الكرة ويحط باص مظبوط، فانت غيرت من الاستراتيجيه بتاعته وغيرت من فكره، هو مش قادر يتناسب مع افكارك. وامام عاشور كان بيقوم بالدور الهجومي اللي كان مطلوب منه، فخط وسط الزمالك ما كانش بيمنع هجمات كتير على خط الدفاع، خط الدفاع كان دايما معرض لهجمات مختلفه، هجمات كتير افتقد. يمكن ده برضو احمد اللي خلى في رقم سلبي كبير جدا على مستوى استقبال نادي الزمالك للاهداف في 2023، رقم ما حصلش تقريبا في تاريخ نادي الزمالك ان يدخل فيه هذا الكم من او من هذا العدد من الاهداف. بالظبط، ده فعلا اللي حصل، لان خط دفاعك بيتعرض لكميه هجمات طول الماتش كبيره جدا، تمركزات لعيبه الوسط كان فيها مشاكل كتير هنعرضها في الحالات التكتيكيه اللي معانا. كل ده وصل لفريرا انه بدا يغير في مفاهيم الخطه بتاعته، رغم ان فريرا مدرب بيثبت على خطته بشكل كبير صعب جدا يغير. بدانا نلعب 3-5-2 عشان عاوز يوجد حلول هجوميه، بدا يخرج زيزو من الجناح اليمين لانه مفتقد لدور صانع الالعاب الاساسي في الفريق، وبدانا ان احنا نتغير في شكل الملعب، ان يدخل زيزو من الجناح اليمين يبقى موجود في العمق، يتحرك جناح شمال، ندخل في عمليه مكرره من الهجمات ومن الضغط اللي كان موجود علينا بشكل مستمر. طبعا في وسط التغيرات ديت انت عمال تدخل عناصر جديده على الفرقه فيها مشاكل، اللعيبه مش قادره تنسجم، الضغط الجماهيري كبير جدا، بدات تدخل عمر جابر كمره باك يمين، بعد كده شلته باك يمين حطيته وسط ملعب عشان انت مش لاقي اللعيب اللي يعمل الربط في وسط الملعب. عمر جابر من اللعيبه الكويسه الغير متطوره، اللعيب اللي ما اتطورش معانا الا في فترات معينه، يمكن هو ناهي السيزون بشكل كويس، من اللعيبه اللي نهت السيزون بشكل فيه يعني ستايل كويس، الناس بدات ترضى عنه نوعا ما، لكن عمر جابر عنده مشكله انه مش لعيب كرييشن في الملعب، مش اللعيب اللي هيحط لك ثرو زي ساسي هتقدر ان انت يودي المهاجمين بتوعه لاهداف. النقطه الاخيره في الملخص بتاع فريرا
هي نقطة ان 4-3-3 لازم يكون ليها مهاجم راس حربة ثابت رقم 9. لو احنا بنفكر الناس ب 2014 باسم مرسي، لعيب اللي انت لو انت مضغوط في وسط الملعب بتلعب عليه كرات عالية بيقدر انه يطلع يجيب لك الكرة الاولى ويقرب لك الكرة التانية من اللعيبة بتاعتك. الجزيري مش نفس البروفايل دوت. الجزيري لعيب بيتحرك في المساحة، عاوز الكرة تتحط له في مساحة عشان يقدر ان هو يتفوق على المدافعين. عنده ميزات ولكن مختلفة تماما عن بالزبط. الفيرويد المحطة اللي بيستقبل وبيسند الكرة بزقها لنص الملعب وبيقدر ياخد مكان مرة تانية. بالظبط. لما بنقول على المهاجم انه ما فيهوش الخاصية دي، هي مش مشكلة في المهاجم بقدر هي مشكلة في مين اختاره. بمعنى ان انت لازم يكون اي فرقه عندها ثلاث استايلات من المهاجمين. صحيح. مهاجم زي الجزيري، مهاجم تسعة زي ناصر منسي دلوقتي، ومهاجم بيقدر ان هو يدخل جوه الصندوق ويقدر انه يتحرك وينزل لتحت ويتحرك كجناح. لازم يكون عندك البروفايلات دي كلها. فكون ان انت اعتمدت على مهاجم معين في مركز معين وانت طالب منه واجبات هي مش بتاعته، فاحنا هنبدا ننتقد اللعيب، بس هي مش مشكلته، هي مشكله الاختيار. طيب. خلينا ندخل على الحالات التكتيكيه اللي معانا. انت كان في مباراه كانت هي القشة التي قسمت ظهر البعير، يعني لو بصينا على فريرة وفي مباراة غيرت في وجهة نادي الزمالك في 2023 هي مباراة أسوان بالأسف. اللي كانت في أسوان وخسرنا فيها بهدفين مقابل هدف ساعتها بالزبط. سجل كاموني وسجل هدف نادي الزمالك محمد عبد الغني تقريبا من ركلة كده حسام عبد المجيد اللي دخل هدف عكسي فينا محمد عبد الغني. محمد عبد الغني واللي دخل هدف حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد كانت المباراه دي كانت مربوطه، هي بوظت لك الموسم كله. والخساره جابت خساره كررت بقى بلغه الكوره كده للمباريات اللي بعدها. كان في حاجات حصلت في مع فريرة بالظبط بدايه من المباراه دي. ايه اللي حصل بالزبط. مع فريرة هنا حصل التعظيم للضوء للمشاكل كلها اللي احنا استعرضناها في كلامنا عن الفتره بتاعت فريرة بشكل عام. يعني لو جينا نشوف الحاله الاولانيه معانا استعرضها بعد اذن حضرتك، حاله الضغط اللي كانت موجوده طبعا دي الحاله اللي قدامنا. احنا جايبين لطريقه الضغط اللي موجوده على نادي الزمالك من جانب نادي اسوان. خلينا نشوف النقطه الاولانيه. احنا هنا بنتكلم عن دونجا موجود في عمق الملعب. دونجا مفروض اللعيب الوسط اللي ينزل يتحرك وسط المدافعين عشان يقدر يوجد لهم حلول ان هو يخرج بالكره. للاسف دونجا في الوقت ده ما كانش قادر يعمل الدور ده، وبالتالي كابتن ايمن الرمادي كان ساعتها المدير الفني لاسوان ضغط على النقطه دي بخمس لعيبه. لعيب الزمالك محاصر في النص بخمس لعيبه. شوف لعيبه وسط الملعب اللي موجوده، عمرو السيسي واقف ورا خط الضغط الاولاني لنادي اسوان، وامام عاشور واقف الناحيه الثانيه مستخبيين، وبالتالي اللعيب المدافع بتاع الزمالك عاوز يوصل الكوره لأقصى اليمين بتاعنا، وبالتالي اتقطعت الكرة وتردت لهجمة مرتدة. دور دونجا هنا لو نفتكر دور طارق حامد كان بينزل وسط قلبين الدفاع ياخد بيستلم الكرة بيستلم الكرة وهو بجرة اللي بيزقها لقدام ويتحرك. هي دي الفرق، فرق بروفايلات. دونجا ما كانش قادر يعمل لك الدور ده. مين اللي كان بيعمل الدور ده في الزمالك بس عنده مشاكل؟ كان رؤى بيقدر ينزل يستلم، لكن كان عنده مشكله في القرار اللي هيطلع منه. هل المشكله خاصه بيه هو؟ ممكن. هل المشكله خاصه بقرارات اللعيبه في التحرك عشان يقدروا يستلموا الكوره؟ برضه ممكن. كل المشاكل بتكون وارده في العمليه دي. جميل. اول لقطه دي بتبين لك قد ايه خط وسط الزمالك كان فيه مشكله واضحه وفي ضغط جامد عليك. كان في مشكلة ومصيبة سودة في المساحات. بالظبط. انت كان عندك الثلاث خطوط اكننا بعاد عن بعض مترصصين، خمس لعيبة من اسوان تحت الاربعة نص الملعب بينهم وبين بعض 20 25 يارد. بالظبط. كان الموضوع ده صعب. انت عندك هنا خمس لعيبة من اسوان واقفين بين خطين لنادي الزمالك هيقدروا ان هم يقطعوا الكره 30 متر مثلا. بالزبط. ده او 25 متر. بالظبط. ودي كانت مشكله كبيره جدا. لعيبه الوسط مش قريبين من بعض. المفترض ان الكره ديت عشان تتلعب بشكل مظبوط ان دونجا ينزل جنب خطوط الدفاع عشان يستلم، وعمرو السيسي ينزل وسطهم عشان ياخد الضغط كله، وامام عاشور يتحرك. بكده انت هتقدر تعمل ديناميكيه في اللعب. الله يمسيه بالخير معروف يوسف كان مكان كده عمرو السيسي، الدايره اللي في النص دي كان هو اللي بينزل بالظبط ناحيه الباك ليفت 2014 بالظبط 2014 2015 كان بيعمل الحته دي، وكان بيعمل السويتشات بينه وبين ايمن حفني، ودي اللي كانت بتنجح المنظومه كلها. وكان ليه تصريح مهم قوي معروف يوسف ومعظم اللعيبه اللي لعبوا مع فريرة في الفتره دي، قال لك الراجل ده كان بيعلمنا الكره من البدايه، انت بالزبط. بتستلم ازاي وبتسلم ازاي وازاي تتحرك في الملعب بالزبط. كان عامل مستطيلات لكل لعيب بيتحرك فيها، فكان موضوع مختلف جدا. ودي فعلا كانت المشكله الثانيه مع فريرة في الموسم ده، ان اللعيبه جايه مش مستوعبه او ما فيش وقت. فريرة كان عنده في 2014 40 يوم قادر يحفظ لعيبته، هنا ما كانش في وقت. احنا عملنا لحم بين الموسمين وبدانا ندخل على طول، فما كانش في مشكله. اللعيبه اللي جت جديده او الكواليتي اللي جه هي لعيبه كويسه وحلوه
بس اتحطت تحت ضغط وظروف اكبر منها في الوقت دوت. اتحطت مع لعيبه انت كان عندك كواليتي معين جبت كواليتي اقل، فبقت المنافسه مش متوازنه ما بينهم. الحاله الثانيه بتظهر لنا المشكلة التانية اللي كانت موجودة في نادي الزمالك، وهو عملية استخدام زيزو اللي يعني أنا شايف إن زيزو هو نجم الموسم ده والسنة ديت والموسم اللي فات والموسم اللي قبله. زيزو هو رجل المرحلة بلا شك. زيزو أنت استهلكته في 2023 في مراكز كتير، لعبته خط وسط، لعبته جناح شمال، لعبته جناح يمين، احيانا في بعض المباريات في الدقايق الاخيره كنت بتلعبه مهاجم عشان وينج باك، كمان كان بيلعب وينج باك ساعات بينزل يلعب في الثلاثه بالظبط، لما كان بيبقى ثلاثه في خط الدار كان بيلعب وينج باك بالظبط، كان بينزل يلعب. فزيزو لعب في كل المراكز في الملعب وادى فيها وقدر يحرز اهداف وقدر انه يكون مؤثر في الكره ديت. اللي يوضح لك ان الزمالك كان عنده مشكله في عمليه صناعه اللعب ان زيزو موجود في عمق الملعب في المقابل ان شيكابالا هو الجناح اليمين بتاعك، الجناح الشمال اللي هو كان مفروض زيزو فقد مكانه هنا في المربع الاحمر اللي احنا شايفينه، لا امام عاشور او لعيب الوسط عموما لا قادر ياخد المساحه ديت ولا الظهير لاحق انه ياخدها، وبالتالي لعيبه اسوان كلها مركزه خلاص. انت حطيت الزمالك في زون اربع لعيبه من اسوان على ثلاثه في حته معينه، هم عارفين ان مفيش عكسيه، مفيش حد فاتح عرض الملعب عشان يقدروا ان هم ياخدوا الكوره. اكرر، شايف المساحات كبيره جدا. انت عندك اربعه لعيبه والكوره في نص ملعب الخصم وما فيش، فين المساحات؟ فين تقارب الخطوط؟ ما كانش فيه في المرحله دي، كان فيه كارثة خلاص. الكوارث كانت واضحه جدا، اللعيبه ادوارها مش واضحه، اللعيبه بتلعب بشكل مش مظبوط جدا، وبالتالي الزمالك اتعرض لمشاكل كبيره. لما ندخل على المباراه اللي هي خلاص كانت تعتبر بتنهي موسم فريرا مع الزمالك اللي هي مباراة بيراميدز، بيظهر فيها المشاكل بشكل أكبر في الحالة اللي قدامنا ديت، بتوضح لك نقطة مهمة جدا في طريقة 4-3-3. ولو نسترجع بايرن ميونخ مع يوب هاينكس في 2013 كان روبن وريبيري رغم ان هم كانوا افضل جناحين موجودين في العالم بيرجعوا يعملوا التغطية الدفاعية على اكمل وجه. تعال نشوف في الهجمة ديت، هنا مفترض ان الدايرة الحمراء اقصى الشمال خالص، مفترض ان الباك الشمال بتاعنا مع يوسف اسامه نبيه يعترض الكوره، الباص اللي جاي من لعيب بيراميدز عدى الكوره عدت ما بينهم للاعب داخل المنطقه. شوف لعيب داخل المنطقه بيستلم مش عليه اي ضغط، طبعا وسط ملعب الزمالك اتضرب كله، تمركز خاطئ بشكل كبير. المدافع بتاع الزمالك لو خرج ضغط المهاجم اللي وراه بقى لوحده جدا ان هو يقدر يجيب هدف. طيب بص على العكسيه كده اهوت، عمر جابر دخل ضاغط جدا لجوه، بالتالي كان مفترض ان الجناح يرجع يعمل يرجع يسند الباك بالظبط كده رايت. عندك لعيب فاضي في المساحه لوحده تماما لو كره اتعملت بالعرض ببطن رجله هدف صريح، وفي لعيب في النص بيتحرك. فانت كان عندك مشكله في التغطيه الدفاعيه لنادي الزمالك العكسيه، وعندك مشكله اصلا في عمليه الرقابه لان اللي جاب الجون هو اللي عليه السهم الاحمر دخل من الوسط وقدر ان هو يحرز الهدف. فكان عندك مشاكل في التغطيه بتاعه الجناحات. طريقه 4-3-3 هي كانت القنبله اللي اترمت في الموسم ده عشان تنهي الموسم بشكل كبير. اخر لقطه معانا في فتره فريرا كانت بتعبر لك عن البدايه اللي احنا هندخل بيها فتره اوسوريو، وهي قرارات اللعيبه. قرارات اللعيبه بمعنى ايه؟ احيانا لما النتائج بتحصل ممكن ما تبصش على الشواهد اللي حصلت جوه الماتش، تنساها، تعدي تبص على النتيجه النهائيه، لكن قرارات اللعيبه جوه الماتش بتكون مؤثره جدا في النتيجه، مؤثره جدا في شكل الفريق هيبقى ظاهر ازاي. مشكلة ان كان اللعيب حتى اللي انت بتتكلم عليه دلوقتي انا عارف انت هتروح لمين، كان صفقة وكان الدنيا بادئة معاه بداية مش في افضل شيء لانه جه مصاب من تدريب منتخب مصر، فقعد فترة كبيرة قوي عشان يتعافى من الاصابة. بعد كده البداية انت بتطالبه ان هو جاي يغطي الحتة دي، كان موجود طارق حامد فانت موجود دلوقتي، فضغوط جماهيرية فنية كل حاجة في الحتة دي، كانت الموضوع صعب جدا. انا مش بلومه هو شخصيا، احنا بنتكلم على سيستم الفرقه كامله. انا عارف ان هو اتحط في وقت كان صعب جدا، وانا قلت لك حتى لما كنت بتكلم في البدايه قلت لك ان دونجا واحد من الناس اللي بدات بشكل مش كويس جدا بس نهت الموسم باداء تصاعدي كويس قوي، ووصل بالزمالك لاداء مميز في نهايه الموسم نقدر نبني عليه بعد كده. كل جمهورنا الزمالك في الفتره دي كان يقول يا جدو فريرا ارجوك العب باتنين في نص الملعب ان هم عندهم المقاومات الدفاعيه، يلعبوا سته وسته جنب بعض قدامهم لعيب بيعرف يتحرك، بلاش حته التلاته 4-3-3 الصريحه دي، مش ما كانش عندنا الكواليتي اللي موجوده. استخدم ادواتك يعني استخدم ادواتك بالشكل او بالطريقه اللي يقدروا بالظبط يعملوا بيها نتائج ايجابيه، وده مش عيب ولا عيب في دونجا انه مثلا لعيب بخصائص معينه. طب انا هديك مثال في اتحاد جده في الوقت الحالي، طارق حامد لما مشى
رغم ان نونو سانتو كان معترض اعتراض شديد على رحيل طارق حامد، وجا كانتي مكانه. كانتي مش من اللعيبه اللي بتقدر ان هي تغطي مساحات واسعه جدا في الملعب، لا صحيح. هو ولا فابينيو لعيبه بتلعب بالسيستم الاوروبي ان كل الفرقه بترجع اصلا تحت الكوره، كله قريب من بعضه، قادر ان هو يوزع الكوره، قادر ان هو يقطع الكوره ويحط الباص على طول. طارق حامد كان من اللعيبه الفرقه كلها تطلع هو واقف مسمار في وسط الملعب بلغه الكوره، قادر قائد في نص الملعب جدا. على فكره دي كانت بتفرق مع طارق بشكل كبير جدا في نادي الزمالك، بينبه اللعيبه وبيشد الوينج يرجعه. الموضوع ده كان جرأه اللعيب بتخوف الخصم اوقات كتيره جدا، انت شايفه عمال يزعق في ده ويزعق في ده ويخش عليك جامد ومكشر في الملعب على طول. شخصيه اللعيب دي بتفرق كتير جدا جوه الملعب، خصوصا مع فرقه جماهيريه كبيره. في القرار اللي حصل في الكره الاخيره او الحاله الاخيره في مباراه بيراميدز، وهي مش مخصصه على اسم لاعب خالص، جميل. احنا هنا بنتكلم على ان الزمالك قطع الكره في وسط الملعب، مفترض ان دي اللحظه اللي الزمالك لازم اللعيب يباصي الكره بسرعه عشان تقدر تستغل تمركز الفرقه الخاطئ قدامك اللي لسه فاقده الكره، تقدر انك تعمل هجمه سريعه عليهم. الزمالك عنده 1 2 3 4 قدام الكوره ولعيب تقدر ترجع له على دايره السنتر اللي هو عمرو السيسي. جميل. هنا اللعيب بتاع الزمالك بدا ان هو يدور ويلف حوالين الكوره من غير ما ياخد القرار بسرعه انه يباصي الكوره بسرعه، وتتقطع الكرة وتترد عليك، خرجت 5 لعيبة بره الهجمة وتردت عليك. نوعية القرارات دي ممكن الناس ما تفتكرهاش بعد الماتش، بس بتكون مؤثرة جدا في انك تخرج الكرة تباصي على طول. بيرلو كان ليه تصريح مهم جدا في النقطة ديت لما اتكلم وقال ان من عملية او من اهم خصائص اللعيب اللي موجود في وسط الملعب ان الكرة قبل ما تجيله هي عارفة هي هتروح فين مباشرة. صحيح. ما بيستناش اكتر من ثانيتين الكرة في رجله. كان الضغط عليه شديد قوي في الفترة جداً. دي انا منساش، يعني احنا موجودين وشايفين طبعاً كل حاجه. انا عارف. يعني كان دونجا في الفتره دي مطالب، فهو عايز يثبت لنفسه ان انا لعيب كويس، فبيفضل بالزبط. حته التفكير دي بيبقى شغل نفسي، خلي بالك جدا، ويشهد له انه ما وقعش نفسيا. صحيح. وانه فضل مصمم ان هو مكمل، لان يعني السوشيال ميديا دلوقتي احنا عارفين حجم الهجوم فيها ضغط كبير جدا على اللعيبه، اللعيب بيبقى شايف يعني كلام ملوش لازمه قدامه، ورغم كده اللي يقدر يكمل ده بيكون يعني انا شايف ان هي بتكون حته مهمه جدا في شخصيه اللعيب انه يقدر انه يستمر. خلصت فتره فرير بالظبط بالكارثه اللي حصلت في النهايه، الكارثه الفنيه. احنا كل التحيه والتقدير، ومدرب كبير وعظيم وخدنا الزمالك لانه ياخد معنا الزمالك لقبين للدوري ولقبين للكاس، فالراجل ده عامل انجازات وعمر ما جمهور نادي الزمالك هينساه، لكن الفتره الاخيره طبعا ما كانتش بالشكل اللي يتمناه جمهور نادي الزمالك فنيا للفريق. اللي بعده للاسف احنا كنا ماشيين برتم وسيستم احنا قلناه، عشان نحلل 2023 لازم تبص للي قبل كده عشان توصل لنتائج منطقيه تخليك تقول انت ليه وقعت. انت ماشي بسيستم معين لحد فرير، بتختار مدربين عارفين ان هم يقفلوا ويلعبوا على الهجمه المرتده. فجاه خرجنا بفكره ان احنا هنغير كل ده وهنجيب مدرب هجومي بعقليه ان الزمالك فيه الكواليتي اللي هيساعد لده. ورحنا اخترنا مدرب اوسوريو بالعظمه اللي عملها مع المكسيك في كاس العالم او المباراه التاريخيه قدام المانيا، وبدانا كلنا نتكلم انك جاي لك مدرب بفكر مختلف تماما. اول غلطه ممكن تقع فيها انك تجيب مدرب بفكر مختلف عن المدرسه اللي انت بنيتها في النادي في وسط موسم، في وسط موسم انت كنت واقع فيه تماما. ما ينفعش انك تعمل الحركه دي لانها انتحار كروي وانتحار تكتيكي في الملعب. خلينا نلخص فتره اوسوريو بالظالم والمظلوم. هو كان مظلوم ليه؟ هو مظلوم مش هقول انه اتضحك عليه، لكن في وصف الفريق اتقال ان انت معاك احسن تيم موجود في مصر وان في سوق للنتائج. احنا معانا تيم كويس، لكن مفيش مدرب قادر يقرا التيم ده ايه افضل شكل وافضل طريقه اقدر اخرجه من غير اخطاء. دي النقطه اللي فريرا لعب عليها في الموسم اللي كسبه، لما كان هو جه لعب 4-3-3، لا الفرقه مش قادره انها تتاقلم، فرجع ل 3-4-3. هنا الفرقه كلها لعبت قريب من بعضه، بدانا نظهر ان احنا اخطاء اقل، بدات اللعيبه تاخد ثقه بنفسها، بدانا ان احنا نروح في اتجاه تاني. اوسوريو ما تشرحلوش كل الكلام دوت، بالتالي اوسوريو وصل لنادي الزمالك على فريق عنده خسائر كتير، عنده ضغط جماهيري، خرج من دوري ابطال افريقيا، الدوري بعيد عنه، بدا يدخل في الحاله دي كلها. اوسوريو وصل لنادي الزمالك بالفكر بتاعه اللي هو انا جاي العب بفكري، انا مش هغير اي حاجه خالص. تمام؟ بالتالي لعب بطريقه 3-2-4-1 الجديدة على نادي الزمالك بشكل عام، الطريقة اللي هي مشابهة لأفكار بيب جوارديولا. كان أوسوريو عنده ثلاث عوامل
أساسية ورئيسية بيشتغل عليهم في خطته، الاستحواذ، الضغط السريع على الخصم، وإنك أنت تفضل حاطط الخصم في الزوم بتاعه. أهم خط في الطريقة ديت احنا قلنا 4-3-3، أهم خط فيها هو خط الوسط، هو ده العصب بتاعها اللي بيحرك الملعب كله. أهم طريق، أهم خط في 3-2-4-1 هو الأربعة اللي تحت المهاجم. بعيدا عن المقارنة عشان ممكن تكون هزلية شوية، مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا، الأربعة اللي تحت المهاجم هم اللي بيرجعوا يدافعوا، هم اللي بيطلعوا بالكورة، هم اللي بيسندوا لبعض الكورة، هم اللي بيحطوا الضغط على الخصم. أنت بتشوف تمام؟ مثلا في مانشستر سيتي بتلاقي الأربعة دول تلاقيهم بينزلوا يدافعوا، أفتكر مثلا اللاعب البرتغالي الأشول اللي بيلعب في برناردو سيلفا، برناردو سيلفا شفته بيشعبط إزاي في محمد صلاح وهو بالزبط بيدافع مكان بالزبط الباك ليفت اللي بالزبط المفروض بيلعب على محمد صلاح بالزبط. بنشوف اللعبة دي عندها مجهود بدني خرافي بالزبط. ما ينفعش أنا أطبق ده هنا خالص عشان حاجات كتير قوي جدا، بس أساسها عملية تأسيس اللعيبة. اللعيبة عندنا غير مؤسسة على إن هي تقدر إن هي تاخد القرار السريع الصح بشكل مظبوط، لان انت ممكن تاخد قرار سريع غلط، ممكن تاخد قرار سريع ما يفيدش الفرقه في حاجه، بالتالي انت كل ده بتعطل الخطه بتاعته. ورغم كده اوسوريو دخل للموسم او دخل للفتره المتبقيه خلينا نقول ان الجمهور كان مبسوط، انت جبت مدرب الناس كلها بتتكلم عنه بره، الكره المثيره بالظبط كده. واوسوريو كان مدرب مثير جدا، القعده في الارض والقلم والستايل والكلام والطريقه اغرب مدرب شفته في حته ان المدربين الاجانب حتى اللي بيجوا مصر هنا وبيدربوا سواء المنتخب او اي نادي، الناس دي بعد فتره بتتاقلم، بمعنى انا بعرف امكانيات اللعيبه بالظبط. ده بعد قد ايه؟ مثلا ممكن شهر، نقول شهرين بالظبط، نقول 5-6-10 مباريات، الراجل ده مفيش، ما بيتاقلمش. بعد 10 مباريات تلاقي نفس الحيره لحد المباراه الاخيره اللي بالزبط لعبها، بتلاقي نفس الحيره، مين هيلعب فين بالزبط ومين اللي هينزل اساسي. وده عمل شق نفسي في حته ان اللعيبه ما عندهاش ثقه ان هي هتلعب ماتش تتالق فيه وتبدع فيه والماتش اللي بعده مش عارفين هيلعبوا ولا لا بالظبط. ودي فعلا كانت مشكله، عشان كده وصفته بالظالم والمظلوم. الظالم في النقطه ديت ليه؟ لان فريرا لان اوسوريو لما لعب بالطريقه دي بشكل عام، الطريقه ديت بتخرج لك الفوارق الفرديه بتاع كل لاعب في الملعب. ليه؟ لان كل لعيب المساحه كبيره، مطالب ان كل لعيب يكون عنده الشخصيه والقرار والتحرك غير الادوار المركبه بتاعته. خلينا نخش بسرعه في التفاصيل بتاعه المباريات. اوسوريو لعب بناء الكرة من تحت بثلاث لعيبة، ودي كانت جديدة على نادي الزمالك. عمل نتيجة كويسة جدا مع حمزة المسلوسي، لأنه هو أول واحد يلعبه قلب دفاع، ما كانش بيلعبه قلب دفاع لرغبته أنه هو يقوي من دفاع الزمالك بعكس أفكار الناس، هو كان عاوز يحطه قلب دفاع عشان يقدر يخرج بالكرة بالطريقة السليمة. لعب باتنين في وسط الملعب في البداية، دونجا وروقة، عشان عملية الخروج، لكن ما لقاش أن عندهم الجرأة أن هم ينزلوا يطلبوا الكرة، فطلع لنا يعني فتوح مفتوح بالظبط. ده كان من الحاجات الايجابيه اللي اوسوريو عملها، انه اظهر لنا فتوح في وسط الملعب وقدرنا ان احنا نشتغل في عمليه البناء. فتوح كان بيدخل لوسط الملعب كلاعب وسط ملعب، لو رحنا للكره اللي وراها بص على فتوح بيرجع مباشره ان هو يكون باك رابع. عمليه الادوار المركبه مع لعيبه الزمالك في موسم صعب، في موسم هم مش شايلين نفسهم، في موسم عليهم ضغط، كانت عمليه مش سهله ابدا. صح. لان ده عرضنا لخسائر كتير. ورغم كده ان الزمالك وصل لنهايه الموسم والبطوله العربيه بشكل كويس جدا، يلا نبدا بقى الموسم الجديد كويس. لا، احنا مش بنبداه كويس، احنا بنعيد نفس الموضوع. لسه اوسوريو هيقرا اللعيبه وهيتعرف عليهم، بنعيد تاني نفس الموضوع. خلينا ندخل على الحاله اللي بعديها توريك المشاكل اللي كانت موجوده لنقطه الاربعه المفروض يرجعوا من نادي الزمالك اللعيبه الاجنحه. شوف ابراهيم نضاي فين، مصطفى شلبي فين، شيكابالا فين. انت طالب من اللعيبه ادوار مركبه صعبه، ان هي وهي معاها كوره تقدر ان هي تطلع، وهي مش معاها كوره تقدر ان هي ترجع تدافع بشكل كبير. العامل البدني انت كنت لازم تقراه من الاول، ان اللاعب المصري مش هيقدر يقدم لك الكواليتي دوت، وال 90% جري سواء دفاعيا او هجوميا ما فيش حد جدا هيعمل كده غير الا ما نضر، يعني ممكن زيزو يعمل ده، في بعض اللاعبين تعمل ده، لكن مش كل القوام يقدر يعمل ده. ده كلام مظبوط. ما كانش بيقدر يستغل، خلي بالك، امكانيات اللعيبه اللي في الناحيه الهجوميه بالشكل الامثل. هو صحيح احنا كنا بنقدم كره حلوه قوي جدا، ولكن الشكل الدفاعي زي ما انت شايف كده، اي فريق عنده محلل اداء
هيعمل جيم على نادي الزمالك. ده كان فعلا المشكله عندنا، لانك بالطريقه ديت وسط ملعبك كله مفتوح، دونجا مش موجود لان كان دوره انه داخل يعني ينقذ موقف للعيب تاني، اللعيبه مشتته في الملعب لان اخطائها الفرديه ظاهره جدا، وبالتالي ضغط الجماهير كان كبير عليهم. احنا بنتكلم على المربع الاسود ده عمق وسط ملعب الزمالك، رايح فيه ثلاث لعيبه من بيراميدز من غير اي ضغط عليهم، دي كانت مشكله اساسيه من مشاكل اوسوريو. ندخل على المباراه الاخيره عند اوسوريو اللي هي مباراه نادي النصر، وهي الهدف اللي يعني للاسف خرجنا من البطوله، وده كان بسبب تغيير خاطئ من اوسوريو، وهو ما طلعش اعترف بدوت للاسف، بل بالعكس هو جنى على سيد نيمار واعاده بدايه الموسم كله بعد الماتش دوت. ده حقيقي الناس كلها سالت ساعتها على سيد فين سيد نيمار. انت مفترض مدرب، مش يعني الجمهور ممكن يهاجم اللعيب، لكن انت دورك ان انت تحتوي اللعيب وتقدر ان انت تشيله. سيد نيمار ما ضغطش على اللاعب حامل الكره اللي هو فوفانا، وبالتالي لعيبه الزمالك كلها للاسف اخذت قرارات غلط في الوقت دوت، انها فضلت ترجع. طبعا رحنا للناحيه الثانيه، التغيير الخاطئ كان فين؟ التغيير الخاطئ ان كان سكر. ان حاتم سكر بالظبط وفتوح، فتوح كان واقف قافل الجبهه دي بشكل مميز جدا، دخل فتوح في عمق الملعب، حط حاتم سكر قدام اثنين من اهم لعيبه الدوري السعودي دلوقتي، كريستيانو رونالدو وتاليسكا. وبالتالي الكوره لو كانت عدت من كريستيانو هتروح لتاليسكا وكان الهدف هيجي. هل الاخطاء دي اوسوريو اتعلم منها؟ اوسوريو كان مدرب عنيد للاسف، هو بعد الماتش دوت حب ان هو يسوق نفسه على حساب نادي الزمالك، بدا ان هو المعسكر الاعداد لبدايه الموسم ما كانش كويس جدا، بدا هو عمل 9 ايام ولا 15 يوم بالظبط، وكان عندنا فتره ما بين الموسمين تسمح ان نادي الزمالك يعمل شهر فتره اعداد تحفظ بقى، تخلق انسجام ما بين الفرقه كلها، حتى لو انت في فتره اعداد دي بتجرب هتحفظ بقى اللعيب بالظبط. ومفترض ان انت نهيت الموسم بشكل كنت وصلت لمستوى عمر جابر كان كويس جدا في البطوله بالزبط. العربيه صح. زيزو كان تاقلم، مصطفى شلبي كان تاقلم، عمرو السيسي بقى شكله كويس في البطوله العربيه، لانك حطيت كل لعيب في ادواره. فاحنا قلنا خلاص احنا هنبدا الموسم مع كان للاسف في مشكله القيد، قلنا خلاص مش مشكله اللعيبه حفظت هنخش بنفس التيم مش هنقع جدا. اللي حصل ان اوسوريو هد كل ده من جديد علينا، وبدأ من جديد وبوظ الدنيا تاني للأسف. والراجل ده كان عنده حاجة غريبة جدا في التغييرات، الراجل ده يا إما يبدأ الماتش بشكل كويس جدا بالزبط. وبعد كده يقوم عامل تغييرات عكس سير المباراة، احنا ماشيين كويس جدا فيقوم عامل تغيير يخليك انت متأخر بالظبط، ودي مشكلة. الراجل في مباراة أرتا سولارا افتكر بعد ما احرزنا هدفين والدنيا ماشية خلاص، الدنيا كان هيقلب الماتش علينا، الدنيا لعبت معانا وجبنا جولين، قام يلا اعمل تغيير، سحب الجزيري. طب ايه يابا، طب ليه الراجل ماشي كويس ده الفرويد اللي حيلتنا يعني، خليه ماشي كويس هنجيب الثالث والرابع، ولولا ستر ربنا ودعم الجمهور اللي في الملعب ورجوله اللاعبين طبعا بالظبط اللعيب عمل ماتش فوز بصراحه الحمد لله. يعني فتره وعدت دي المشاكل اللي الزمالك خاضها في 2023، مش هنقدر طبعا نتكلم عن كابتن اسامه نبيه ولا كابتن احمد عبد المقصود ولا كابتن معتمد جمال لان هم ما توفرت لهمش كل الظروف، لكن الناس بتحاول وساعت ان هي يعني تقف مع النادي بشكل كبير. السنة خلصت، الزمالك لازم لما هيجي يختار المدير الفني النهائي اللي هيكمل الموسم سواء كابتن معتمد جمال أو مدرب أجنبي، لازم إن هو يكون عنده مدرسة مؤسسة على قدر الكواليتي اللي موجود للفريق. الفترة اللي جاية أنت متفائل بشكل الفرقة لنادي الزمالك إن شاء الله، فترة الإعداد دي أو فترة التوقف الدولي إن صح التعبير، يعني شايف إن ممكن يخرج منها نادي الزمالك بشكل أحسن، في انسجام أكتر للاعبين، بشكل احسن للفريق ككل؟ الزمالك يخرج بشكل كويس، مش هنتكلم سواء القيد اتفك او ما اتفكش، ان شاء الله ان شاء الله هيتفك، ان شاء الله في النقطه ديت في وجود صفقات الامور هتبقى كويسه بشكل كبير. لكن خلينا نقول ان عشان الزمالك يظهر بشكل كويس لازم المدرب يقرا كواليتي اللعيبه الموجوده ويطوع طريقه لعب واداء تناسب الفريق. انت دلوقتي في ماتشات الدوري مش محتاج اداء بقدر ما انت محتاج انك توقف اللعيبه على رجليها، ثقه لعيبه نادي الزمالك هتكون الاساس اللي تخليك تلعب بشكل كويس. انا امل كبير جدا في الكونفدراليه ان احنا نقدر نوصل بيها، سواء جبنا صفقات او كملنا بنفس التيم، انت مش عندك منافسين اقوياء كتير، عندك اربع فرق من معظمهم من شمال افريقيا، ثلاث فرق وعندك فرقه استاد مالي، دول اقوى الفرق اللي موجوده حواليك. نقولهم يا احمد نهضه البركان وفريق التونسي اتحاد العاصمه الجزائري واستاد مالي. واستاد مالي دول اقوى المنافسين بتوعك في البطوله، هتقابلهم في الادوار اللي بعد كده، الماتشات هتبقى اصعب لكن احنا عاوزين ان القراءه الفنيه للمدرب بشكل عام تكون محافظه على كواليتي اللعيبه اللي موجوده ويلعب على قدر الاداء بتاعه. يا احمد شرفتني ونورتني، ربنا يخليك، سعيد جدا باللقاء معاك، انا بتبسط جدا والله وانا موجود معاك، شرفنا ونورنا. احمد مصعد حافظ محلل الرياضي،
دلوقتي نروح لفاصل ونستقبل بعد الفاصل عبد اللطيف فوزي الناقد الرياضي. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. مستمرين في تغطيتنا هنا في الاحتفالية الكبيرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. يمكن دلوقتي معنا الدكتور حسام المندوق أمين صندوق نادي الزمالك عشان نتكلم طبعا النهاردة على كل الملفات الاجتماعية والتطورات الكبيرة اللي بتتم في نادي الزمالك. دكتور حسام برحب بحضرتك وبنقل لك تحيات جمهور الزمالك العظيم. بشكرك وكل سنة وكل شعب مصر طيب وبخير واخواتنا المسيحيين طيبين وبخير ومناسبة عيد الميلاد المجيد، ويا رب دايما شعب مصر كله نسيج واحد ولا بنقول مسيحي ولا مسلم. يمكن احنا امبارح كنا في زيارات لكنائس بنعيد على اخواتنا زي برضه ما بيحصل في العيد الصغير بعيد الفطر وعيد الاضحى، بنلاقي برضه هما بيبادلونا نفس التهاني، وده الشعب المصري يعني كل عام وشعب مصر كله طيب وبخير. طيب يمكن اعضاء الجمعيه العموميه وجمهور الزمالك مبسوط بالنشاطات الكتيره والحفلات اللي بتقام في نادي الزمالك في الفتره الاخيره. هو طبعا هو ده يعني ده دور النادي طبعا ان احنا نسعد الاعضاء ونسعد الجماهير. فيمكن انا عاوز اوجه الشكر الحقيقي للادارات المعنيه بتنفيذ الكرنفال، اداره الاوقات العامه او الشؤون الاداره الاجتماعيه الخدمات الاجتماعيه برضه بتقدم للاعضاء. وهو برضه فرصه نقول للناس ان الفتره دي في تركيز قوي جدا على الملف الاجتماعي الخاص بالاعضاء. يمكن الجهات الحكوميه كلها بتمثل عندنا في ايام الاجازه كشهر عقاري وسنترال وخدمات برضه اخرى بتيجي عشان خاطر تلبي طلبات الاعضاء، وبنحاول برضه نطور كل المكاتب دي بحيث انها تكون على اعلى تقنيه الاعضاء يستفيدوا منها. وفي نفس الوقت الكرنفال ده بمناسبه عيد الميلاد المجيد، وكان برضه على راس السنه كان في حفله موجوده، والنادي النهري برضه هذا المكان العبقري يعني حقيقي. النادي النهري لما الواحد بيروح هناك مع الشمس الجميله والقعده جميله طبعا من النيل بقى نهر النيل الخالد، القعده جميله جدا هناك. احنا دايما يعني بنرجع الامور دي كلها لما يجب ان تكون عليه في خدمة الأعضاء وإمتاع الأعضاء وإمتاع الأطفال برضو النهاردة. طبعا ده شق للشق الجماهيري الحين مجلس كله بيشتغل فيه ليل نهار لإسعاد الجماهير. دكتور حسام هستغل تواجد حضرتك معانا، عارف ان مجلس الاداره ما بصرحش بحاجه بس عايزين نطمن جمهور الزمالك، هل ان شاء الله في اخبار كويسه ان شاء الله خلال ايام بمناسبه القيد؟ يعني انا مش عايز اتكلم على القيد بشكل خاص ولكن بتكلم بصوره عامه. كل الملفات القيد وما يتبع القيد على طاولة مجلس الإدارة وبنشتغل فيها بشكل سري جدا جدا، كل أعضاء مجلس الإدارة حقيقة شغالين فيها بشكل سري جدا. في ملفات بتنتهي بنعلن عنها زي ما أنت عارف سياستنا داخل المجلس، في ملفات لسه يعني بنشتغل فيها ما بنحبش نتكلم فيها لحين ان تنتهي وان شاء الله نعلنها. بس اللي عايز اكد عليه ان كل ملفات موجوده، والامور برضو يمكن الماليه اللي هي انا بسميها اللي هو الدم اللي بيجري في العروق عشان الجسد ينتفض يعني كل يوم بتكون احسن من اليوم اللي قبله. يمكن احنا اول ما جينا كانت يعني اقرار او قرار من المجلس كله قبض الموظفين بشكل منضبط يوم واحد في الشهر، الحمد لله نجحنا في الكلام دوت. موضوع برضه الحجوزات اللي على الارصده الحمد لله شلناها كلها، وما كانش واحد او اثنين كان اكتر من حوالي 7 أو 8 حجوزات موجودين على 51 هيئه تابعه او النادي حساباته فيها. يعني الحمد لله طبعا الحسابات مش كتير قوي لهذه الدرجه لدرجه 57 مكان، لكن كان كله محجوز عليه فالحمد لله كله ده خلص. وبدانا دلوقتي العمليه تمشي بحاله مستقره في الامور الماليه. حقيقي الكابتن حسين لبيب بجد يعني عمل مجهود في هذا الملف كبير جدا جدا جدا، وان شاء الله برضو الفترة القادمة هنشعر بقيمة الاستثمارات اللي بتتم. وبنطمن بس الناس نقول لهم برضو رويدا رويدا الدنيا مش بهذه السهولة ولا بهذه السرعة، ان احنا المشاكل الكتيرة اللي موجودة عندنا ننجزها في لحظتها يعني، وان شاء الله القادم باذن الله في كل خير باذن الله. كل التوفيق ان شاء الله دكتور حسام، وبالتوفيق ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وتعالوا بقى استمتعوا بنادي الزمالك الرائع ده هنا في الجو الجميل ده والشمس الحلوة دي. كل سنة وانتم طيبين. اهلا بكم من جديد في زملكاوي، وصلنا للفقره الحواريه الثانيه في ضيافتنا ومشرفنا منورنا الناقد الرياضي عبد اللطيف فوزي. عبد اللطيف مساء الفل عليك يا حبيبي احمد ومنور الدنيا، ومبسوط ان انا معاك النهارده في قناه نادي الزمالك، وان شاء الله تبقى فقره كده هي دسمه بس ان شاء الله تعدي على سريعا يعني ان شاء الله باذن الله. دايما بنستمتع دايما حبيبي باحصائياتك وتحليلاتك. الله يخليك يا حبيبي. في البدايه كده انت محضر لنا برضو بعض الاحصائيات
في اكتر من حته واكتر من مجال. عايزك في البدايه كده تكلمنا عن الاحصائيات دي اولها ايه. طبعا احنا كنا الفقره الاولى كانت بتتكلم عن حصاد 2023 اللي الزمالك لعب فيه السنه دي، كانت سنه يعني يعتبر من السنه الكبيسه شويه للماتشات الزمالك، يمكن برضو السنه دي الوحيده اللي طلع فيها الزمالك اخر 10 سنين بدون احراز اي بطولات على مستوى كره القدم. الزمالك واجه فيها عده صعوبات يا احمد بتغيير عده مدربين، يمكن مر على الزمالك خمس مدربين السنه دي بس، بدايه من فيريرا واخيرا كابتن معتمد جمال. يمكن انا هلخص الموضوع عشان برضو سريعا للناس عشان تكون مركزه معانا في ابرز النقاط اللي احنا الموسم ده اللعيبه اللي هي مستمره معانا، لان في لعيبه طبعا كانت موجوده في اول السنه يا احمد ومشيت، ففي لعيبه دلوقتي مستمره معانا في القائمه الحاليه. وناخد 2023 بشكل عام، مين اكتر ناس لعبت، مين اكتر ناس سجلت، مين اكتر ناس بعدد الدقائق. فانا عايز ابدا على طول باكتر خمس لعيبه تواجدوا في قائمه الزمالك خلال 2023. دول اللعيبه اللي دخلوا السكواد السكور شيت بس ممكن ما لعبوش. فاحنا هنبدا من على طول باول حاجه، سيد عبد الله نيمار اكتر واحد دخل القائمه 50 مره، يمكن لعب فيها 40 مباراه، دخل القائمه 50 مره لعب 40 مباراه، عدد الدقائق كان 1724. جميل. تاني واحد احمد مصطفى زيزو دخل 47 مره القائمه ولعب 47 مباراه، يعني هو طول ما بيخش القائمه زيزو بيلعب على طول بشكل اساسي، ولعب هو اعلى معدل دقائق 40 يعني 4090 دقيقه. عندنا سيف الدين الجزيري لعب 46 في القائمه، دخل 46 مره ولعب 42 مباراه. عندنا محمد عبد الغني دخل القائمه 45 مره ولعب 41 مباراه. ابراهيم النضاي دخل القائمه 45 مره ولعب 40 مباراه. محمد اشرف رؤى دخل 44 مره ولعب 38 مباراه. يمكن احنا دلوقتي بنتكلم يا احمد على ايه، القوائم، في ناس دخلت القوائم. طب مين اكتر ناس خاضت مباريات كلاعيبه في لعيبه نادي الزمالك في عام 2023؟ طبعا لسه بقول لك مين رقم واحد، زيزو اكتر لاعب. يمكن الزمالك عايز اقول لك لعب السنه دي 53 مباراه، زيزو لعب منهم 47 مباراه بشكل اساسي مع الزمالك. وراه سيف الدين الجزيري 42 مباراه، وراه عماد نبيل دونجا 42 مباراه، محمد عبد الغني 41 مباراه، وعندنا ابراهيم نضاي وابراهيم نضاي 40 مباراه مع سيد عبد الله نيمار 40 مباراه، وحمزه المثلوثي 39 مباراه. يمكن هو المعدل الاكبر طبعا لزيزو، لان زيزو من ابرز لعيبه نادي الزمالك الموسم ده، وهو اكتر واحد كمان بقى في اللي بعديها هقولها لك خاض بالدقائق. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في عدد مباراه، لا كمان عدد الدقائق، لان في لعيبه بتلعب مباراه بس ما بتكملهاش، ما تكملش 90 دقيقه، ممكن تطلع في نصها، ممكن تطلع بعد 70 دقيقه. فاحنا عندنا بالدقائق يا احمد، احمد مصطفى زيزو لعب 4090 دقيقه، وده اعلى معدل للعيبه الزمالك الموسم ده خاضوه. وراه على طول المهاجم التونسي لنادي الزمالك سيف الدين الجزيري لعب 3479 دقيقه، وراه حمزه المسلوسي لعب 3391 دقيقه زي ما معروض عندنا، ونبيل عماد دونجا لعب 3366 دقيقه، وحسام عبد المجيد 2876. يمكن دول ملخص سريع لعدد المباريات اللي خاضها نادي الزمالك الموسم ده، سواء اللعيبه اللي دخلت السكواد او اللعيبه اللي دخلت لعبت عدد مباريات وعدد الدقائق. نخش بعد كده لاكثر خمس لعيبه احرزوا الاهداف مع نادي الزمالك. هتقول لي مين في الاول على طول؟ هقول لك احمد مصطفى زيزو رقم واحد، سجل 19 هدف خلال عام 2023 في مختلف البطولات مع نادي الزمالك. وراه سيف الدين الجزيري 15 هدف مع نادي الزمالك. والمفاجأة بقى برضو ان شيكابالا احرز، هو في المركز الثالث احرز 7 اهداف مع نادي الزمالك في عام 2023 مع ابراهيم نضاي وناصر منسي. خلي بالك ناصر منسي جاي يعني يعتبر جاي في النص الثاني من الموسم، احرز 6 اهداف، ومصطفى شلبي احرز 5 اهداف. يمكن دول اكتر خمس لعيبه الموسم ده احرزوا اهداف مع نادي الزمالك. نخش بعد كده على اكتر خمس لاعبين صنعوا اهداف، صنعوا اهداف. نشوف هتقول لي مين رقم واحد؟ اكيد طبعا زيزو. زيزو، احنا عندنا زيزو كده رقم واحد في ايه؟ اكتر لاعب
خد مباريات اكتر لاعب واكتر لاعب بالدقائق بالظبط، يعني مش كمان مباراه بس، لو اكتر لاعب بالدقائق واكتر لاعب سجل واكتر لاعب حاليا صنع ب 14 هدف خلال 2023، وراشي كبالة على طول بسبع اهداف، ومصطفى شلبي سبع اهداف، واحمد فتوح، ودي المفاجاه، احمد فتوح صنع اربع اهداف الموسم ده وفي معدل كبير، ان هو خلي بالك فتوح ما خدش مباريات كتيره، يمكن عايز اقول لك احمد فتوح الموسم ده خد 23 مباراه في خلال 1877 دقيقه بس. جميل. فصنع اربع اهداف يمكن الموسم ده، وراه سيد عبد الله نيمار صنع اربع اهداف، وسيف الدين الجزيري يمكن هو برضو مهاجم بس صنع اربع اهداف الموسم ده، سيف الدين الجزيري سجل 15 هدف وصنع اربع اهداف، وعمر جابر ثلاث اهداف، واخر حاجه ابراهيم مناضاي هدفين. جميل. عندنا ايه تاني؟ عندنا احصائيه لاكثر لعيبه اللي حصلوا على انذارات. ماشي، هنخش في اكثر لعيبه حصلوا على الانذارات. يمكن احنا الموسم ده كان شهد ايه اكثر عدد خسائر لنادي الزمالك بشكل عام. ده حقيقي. الزمالك تلقى 17 هزيمه لنادي الزمالك، ده برضو خلى ان في معدل انذارات كان عالي شويه، بس احنا هنيجي في المركز الاول، انا صنفتهم ثلاث مراكز بس بشكل عام لان دول اعلى حاجه. نبيل عماد دونجا خد 8 انذارات خلال الموسم ده، خلال العام بشكل عام مش الموسم بس، خلال العام 2023. حسام عبد المجيد 7 انذارات، وحمزه المسلوسي في المركز الثالث 6 انذارات. يمكن عايز اقول لك ان السنه كلها على بعضها يا احمد هم ثلاث لعيبه بس اللي خدوا طرد، نتكلم انذارات ثلاث لعيبه، كان محمد عواد ماتش البنك طبعا الحاله الشهيره، الحاله الشهيره كده، محمود علاء قدام بيراميدز، وحاتم سكر في اخر مباراه في الدوري قدام فاركو. كان هم دول الثلاث يعني بطاقات حمراء اللي خدهم لعيبه الزمالك الموسم ده. احنا زي ما اتكلمنا من شويه احمد، يمكن زي ما شرحت اكتر لعيبه، عايزين نتكلم كمان اقل لعيبه لعبوا دقايق، ودي ليها برضو كذا تصنيف. احنا بنتكلم عدد مباريات، ان حته عدد مباريات دي برضو ما بتبقاش واخده حقها. يعني مثلا ممكن اقول لك في لاعب لعب 10 مباريات بس، انت لو تيجي تصنفهم في الدقائق هتلاقي في واحد ممكن لعب اربع مباريات اعلى منه كدقائق، لان هو مثلا 10 ماتشات دول بينزل يشارك 10 دقائق، يشارك ربع ساعه، يشارك ثلث ساعه. فانا قايلهم لك بالدقائق وبالمباريات. فهو عندك رقم واحد اقل لاعب لعب الموسم ده هو عبد الله جمعه. عبد الله جمعه لعب اربع مباريات بس خلال السنه كلها بوقع 179 دقيقة. ده أقل لاعب معانا، عبد الله جمعة في المركز الأول. محمود علاء لعب بص أربع مباريات برضه، وخلي بالك محمود علاء كان جاي من إعارة، إن هو كان في الاتحاد، فجاء لعب يعتبر بداية الموسم ده، لعب أربع مباريات بس، لعب كام دقيقة؟ 298 دقيقة. أنت عندك عبد الله جمعة لعب أربع مباريات بس 179، لا محمود علاء لعب أربع مباريات بس أعلى منه في الدقايق. سامسون لعب 11 مباراة بس بشكل عام، لو جيت بصيت على الدقايق هتلاقيه خد 353 دقيقة، عدد قليل جدا. ما خدش كان الوقت. بينزل كبديل كتير بالظبط، ما خدش الوقت. أول مباراة لعبها بس هي اللي كان فيها أساسي، مباراة سموحة أو كان لعب دي في الموسم اللي فات. أنا عايز أقول لك أديك مفاجأة، الموسم ده ما بدأش غير مرة واحدة في ال 11 مباراة قدام الداخلية. لا قدام الداخلية اللي هو تاني مباراة في السنة، وهو كان ليه ضربتين جزاء، خلي بالك المباراه الشهيره دي اللي حصل عليها جدل بسبب هدف الداخليه، دي المباراه الوحيده اللي هو بدا فيها اساسي وبعد كده ما شاركش اي مباراه اساسي بينزل. لما حارس المرمى ضربه بالبنيه في الدرب وما رضيش يقع يا عم. انا فاكر انا الموقف ده، وكان برضو خد واحده زيها في اسوان الماتش اللي قبليه بس كان نازل احتياط، عنده قوه تحمل عنده قوه تحمل رهيبه. فهي دي يمكن دي المباراه الوحيده في ال 11 مباراه اللي هو بدا فيهم بدأ فيها اساسي من 11 مباراه، ولعب 353 دقيقة يا احمد مع نادي الزمالك في 2023. رقم اربعة محمد طارق. محمد طارق لعب 19 مباراة مع نادي الزمالك لكن في عدد الدقائق هم 607 دقيقة بس. اللي بعدهم خلال الونش. محمود الونش طبعا قبل اصابته، الكلام ده قبل الاصابة، ان بعد الاصابة ما خدش ولا مباراة، ولا يعني هو حتى ما دخلش قائمة مباراة. هو دخل قائمة بس ما لعبش. لا ده المصري. قائمة مباراة المصر في الدوري. بس استبعد قبل ما المباراة تبدا. قبل ما المباراة تبدا يعني ما دخلش، فهو لعب 9 مباريات قبل الإصابة بواقع 741 دقيقة. طيب الأقل لاعبين بقى اللي تواجدوا في القائمة بشكل عام، يعني احنا بنتكلم أقل اللاعبين لعبوا، طب اللعيبة بقى اللي أقل لعيبة دخلت القائمة، يعني ممكن يخش يعني نتكلم محمود علاء لعب أربع ماتشات بس دخل القائمة كم مرة؟ هو دخل 8 مرات من ساعة ما رجع الزمالك.
ولعب منهم اربع مباريات بس. الونش طبعا زي ما احنا قلنا قبل الاصابه دخل 10 مرات، الواحده اللي انت بتقول عليه هو لعب التسعه اللي احنا قلنا عليهم قبل الاصابه. جميل. عبد الله جمعه بنتكلم اللي هو دخل القايمه طول السنه 12 مره بس ولعب منهم اربع مباريات فقط، هو اقل واحد في كل الاسماء اللي احنا بنقولها كدقايق وكمباريات. اوباما يعتبر لسه راجع من الحجز، لسه راجع لعب يعتبر اغلب المباريات، ان هو رجع حتى بعد البطوله العربيه ما شاركش في البطوله العربيه. فمن بدايه الدوري احنا لعبنا 8 مباريات ومع بطولات الكونفدراليه ومع مباراه كاس مصر، يعتبر هو دخل قائمه كل المباراه اللي بعد ما رجع نادي الزمالك. رجع بشكل كويس قوي اوباما، رجع بشكل كويس ومميز، وكان ليه لقطات كتيره سواء في ماتش ارتا سولار، ماتش السموحه، ماتش بيراميدز، ماتش كل الماتشات كان سايب فيها بصمه، فرجع بشكل مختلف. بس برضو لو احنا جينا اتكلمنا بشكل عام في العام 2023 هو متصنف رقم 4 اقل لاعب دخل قائمه مباراه بشكل عام في السنه. جميل. عندي رقم بقى تاني كده، رقم ايجابي جدا ده عايزين نتكلم عليه بقى. طب نتكلم شويه حلوين. عايزين كده كمان نتكلم على الراجل ده. ده حقيقي يعني، انا حاططها لوحدها عشان ياخد حقه، اللي هو محمد عبد الشافي. محمد عبد الشافي كمان من الناس اللي بعيدا كمان عن المستويات الفنيه، المستوى الاخلاقي عنده عالي جدا. يعني انت بتتكلم عن لاعب لعب 19، هو خلي بالك هو اللاعب الوحيد في قائمه الزمالك كلها لعب 19 وما حصلش على اي انذار خلال زيرو انذارات. يعني ممكن احنا بنتكلم كل اللعيبه، في لعيبه خدت انذار، في لعيبه خدت اثنين، حتى يعني ما حتى بنتكلم على الحراس المرمى سواء محمد عواد او صبحي خدوا انذارات وعواد اتطرد. لكن ما تيجي تبص على اللعيبه كلها ما فيش ولا لاعب غير محمد عبد الشافي، وكمان عدل المباراه كبير. يعني انت بتلعب 19 مباراه لكن ما حصلش على انذار، وده يدل ان هو محمد عبد الشافي دايما بيلعب لعب الريتم البسيط الهادي المفيد للفرقه. يمكن هو كمان نجح، انه انا بعتبر كده على مستوى الشخص نجح، هو يقود الزمالك في بعد ازمه فتوح، ان هو يعدي بالزمالك لبر الامان لما احتجناه لقيناه. الراجل كان هيعتزل لما لقى القيد واقف، رجع عن قرار الاعتزال، رجع عن قراره نادي الزمالك كابتن معتمد جه قبل مباراه بيراميدز ب 48 ساعه، الراجل حضر الحصه التدريبيه الاخيره فقط قبل مباراه بيراميدز، وقدر يلعب مباراه بيراميدز وعمل مباراه كويسه جدا، والمباراه اللي بعدها كان بيأدي بشكل ممتاز. ده حقيقي. فهو رقم مميز ان هو اقل لعيبه نادي الزمالك حصول على انذارات في عام 2023. طيب عندنا ايه تاني محضرينه؟ هنتكلم بقى عشان نختم بصفه عامه. الزمالك بصفه عامه في 2000 خلال 2023 هي بتعتبر من اقل يعني من اقل الاعوام خلال كمان يعني في رقم سلبي بخصوص عدد الخسائر. يمكن يعني نتكلم، هو خسر الزمالك بشكل عام لعب كام مباراه؟ لعب 53 مباراه طول السنه. حلو. كسب منهم 23 مباراه يكون ما استعرضوها معانا. جميل. وتعادل 13 مباراه وخسر 17 مباراه كامله. يعني انت لو جيت حسبت عدد التعثرات 30، هما يعني الفوز ما يعني فاهم قصدي؟ انت تعثرت 30 مباراه لكن كسبت 23 مباراه بالظبط. النسبه كانت ده بنتكلم عن التعثرات، يعني بنتكلم عن تعادل او خساره بالظبط. جميل. سجل 84 هدف واستقبل 67 هدف، وخلي بالك كارثه بقى بتاعت الاستقبال. يمكن انا لما جيت معاك في حلقه قبل كده ساعتها قلت لك احنا داخلين على رقم، بس كارس. الحمد لله ان كابتن معتمد لما جه قعد اربع ماتشات حافظ على ماتشات. الراجل لعب سبع مباريات دخل فيه في مباراتين. ماشي. ما هو قعد اربع ماتشات ما بيدخلش فيه حاجه، ما بيدخلش فيه مباراه بيراميدز. الراجل دخل اهداف لانك بتلعب اقوى اسكواد واول تجربه، لسه جاي قبلها ب 48 ساعه. فانا بقول لك مباراه المصري اللي بس خلي بالك احنا الجزء الكبير في استقبال الاهداف ده يتحمله اسوريو طبعا، وفيريرا برضو. لان فيريرا بعد مباراه اسوان الشهيره بالظبط، هي السنه بدات سواد. يعني احنا بنتكلم ان الزمالك استقبل قدام فاركو 3، واستقبل قدام الاهلي 3، واستقبل قدام الاهلي تاني 4، واستقبل ففي مباراه كانت الريتم عالي بتاعها. هو يمكن ساعد مباراه الزمالك بيستقبل فيه كل هدف. احنا وصلنا مع اسوريو قبل ما يمشي احمد ان الزمالك كل مباراه كان لازم يستقبل هدف. الزمالك تحت القياده الفنيه لاسوريو ما فيش كلين شيت واحد يوحد ربنا مع اسوريو. المشكله في ايه؟ في كل البطولات، في كل المنافسات.
لا كان في كلين شيت طبعا، كان في كلين شيت مثلا في، بس انا بتكلم بعد بدايه الموسم الجديد ده، في الموسم الجديد لكن هو لما الموسم اللي فات يمكن هو لعب مباريات كتيره حقق فيها كلين شيت، حققنا 7 معاه كلين شيت، بس انا بكلمك فعلا في بدايه الموسم الحالي، بدايه الموسم مفيش مباراه لم يتلقى منها الزمالك كلها. وده يمكن احمد مسعد اتكلم في النقطه دي في الفقره الاولى، اتكلم ان هو بدا الموسم غلط، ودي حقيقه يعني. هو نهى الموسم كويس، خلي بالك البطوله العربيه والدوري. وكان ناهيهم كويس وكسب المقاولين 6 في الكاس، وكان عامل شكل كويس جدا. معرفش ايه اللي حصل في بدايه الموسم، هو تحول تماما في بدايه الموسم من بدايه ماتش ارتا سولار هناك في جيبوتي، وخسر 2 ودخل بقى ايه، الدنيا بدات تفك معاه في طريقه اللعب. يمكن اتكلمت قبل كده في حلقه سابقه ان هو عمل تغييرات كتيره في التشكيل، وصلت اللي انت بتلعب ارتا سولار بفرقه بتيجي تغيرها تماما في مباراه العوده، بتغير 10 لعيبه كامله، ودي يمكن حاجه ما حصلتش مع الزمالك من سنين، ان انت بتلعب مباراه ذهاب بفرقه وتيجي تلعب بإياب بفرقه تانية تماما. وعملها في اول مباراه في بيراميدز، بدا بتشكيل مختلف تماما عن التشكيل الاساسي بتاع الزمالك. يمكن في مباراتين ارتا سولار كان في 9 لاعبين متغيرين ما بين الماتشين، مباراه الذهاب في تنزانيا ومباراه العوده في القاهره. ده حقيقي، فانا بقول لك كانت في، هي دي اللي ساهمت في ارتفاع معدل الاستقبال الاهداف. طيب عايز اقول لك ان الزمالك يعتبر ده خاض خامس اطول عام ليه تاريخيا في عدد المباريات. يمكن احنا عندنا 5 اعوام، ده يصنف رقم 5. اول عام كان خدنا فيه دوري وكاس 2022، خدنا فيه 58 مباراه كامله. 2019 خدنا فيه الكونفدراليه وكاس مصر، خدنا فيه 54 مباراه. 2016 اللي خدنا فيه برضو الكاس وصلنا فيه نهائي دوري ابطال افريقيا، خدنا فيه 58 مباراه. وعام 2014 اللي خدنا فيه الكاس وصلنا الدوره الرباعيه، خدنا فيه 54 مباراه. دي 53 مباراه، دي خامس اطول عدد مباريات لعبها. لو كان مباراه الاتحاد اللي اتاجلت اتلعبت كانت هيبقى برضه 54، فاحنا بنتكلم في رينج عالي جدا. يمكن احنا ليه بنقول الكلام ده، لان ضغط المباريات بقى لنا 6-7 سنين بسبب تاجيلات الدوري الكتيره بتخلي الزمالك السنه اللي بتبدا جديده دايما ضغط ماتشات. احنا بنتكلم السنه دي برضو هنحصل ضغط ماتشات كبير جدا، لان الدوري هينتهي لسه في تقريبا في اغسطس، يعني هم بيقولوا اخر يوليو بس انا بقول لك ممكن ينتهي في اغسطس. وهتبدا الموسم اللي بعده على طول بعديه بشهر، لان انت يبقى عندك تصفيات كاس عالم وفي اولمبياد قبليها، فده اللي بيعمل ضغط دايما في عدد المباريات. طيب عندنا ارقام تانية برضو انت محضرها لنا. انا في حته التعادل لسه بنتكلم، الزمالك اتعادل السنه دي 13 مباراه، يمكن دي اكبر رابع تعادلات في تاريخ الزمالك. 2019 اتعادل 17 مباراة، 2014 15 مباراة، 2005 كانت 16 مباراة، ده رقم 4 تاريخيا. الزمالك بيتعادل 13 مباراة، وزي ما قلت من شوية الزمالك تلقى 17 خسارة في عام 2023، والرقم ده تاريخيا غير مسبوق، يعني ما حصلش في أي سنة. ما حصلش قبل كده الزمالك بيخرج من موسم فيه 17 خسارة. 17 يعني ده سنة مش موسم. سنة ميلادية، موسم كروي. سنة ميلادية كاملة 2023 خسرنا فيها 17 خسارة، فدي كانت أعلى معدل. برضو عام 2023 هو أقل عام حقق فيه الزمالك انتصارات آخر 10 سنين من بداية 2013، ده أقل رقم حققناه، 23 فوز بس. يمكن دي كانت كل أرقامنا النهاردة في نادي الزمالك بشكل سريع، يعني خدنا أبرز اللعيبة وخدنا أبرز أرقام نادي الزمالك. طيب الناس كلها دايما بتتابع احصائياتك، تقول لك فين يا عم احصائيات الزمالك، فانت ما شاء الله النهارده ايه بدعت في احصائيات نادي خلصنا الزمالك ايجابي وسلبي كل حاجه. جميل، واتمنى ان الفتره الجايه ان شاء الله تبقى الارقام. يعني احنا ليه دايما برضو بنذكر الحاجات السلبيه؟ عشان يبقى فيها عليها تركيز في معالجتها، دايما بنقول كده، بنذكر الحاجات السلبيه ليه؟ عشان نعالجها. الحاجات الايجابيه معروفه والحاجات السلبيه بتبقى لازم عليها العين، نشاور عليها بالزبط. عشان تتحل بالظبط. تعال نروح لمنتخب مصر. طبعا النهارده طبعا لعب مباراه وديه وهياخدوا 24 ساعه اجازه قبل ما يسافروا الكوت ديفوار. يمكن انا عايز اتكلم على المجموعه قبل ما اروح للاحصائيات اللي انت محضرها. شايف منتخب مصر وصل في النسخه الاخيره للنهائي مع السنغال، خسرنا بركلات الترجيح. في نسخه قبلها 2017 امام الكاميرون خسرنا 2-1. مظبوط. شايف منتخب مصر داخل على النسخه دي
ايه اللي كان ناقصه مع اننا خسرنا بركلات الترجيح في اخر نسخه امام السنغال عشان ياخد كاس امم افريقيا اللي بتغيب عن خزانه منتخب مصر من 2010؟ بص يا احمد اقول لك حاجه، اللي ناقص مصر كانت في نسخه 2017 هو نسخه 2021، ايه مشكله راس الحربه؟ احنا عندنا في 2017 انت فاكر المشكله الشهيره اللي استبعد بسببها باسم مرسي، وكان باسم مرسي في افضل فتراته الكرويه مع الزمالك وبشكل عام كان فارق جدا، لكن كوبر استبعده وده اللي عمل فجوه كبيره انك انت ما بقتش قادر تسجل. برضو نفس المشكله انك ما لقيتش، رغم ان كان معاك مصطفى محمد، كان مروان محسن تقريبا في 2017 كان مروان محسن لوحده، انا بتكلم بقى 2021 برضو واجهتك نفس المشكله، ان طريقه لعب كروش كانت دفاعيه اكتر، فانت ما خلقتش، يمكن انت اتعادلت، انت خسرت من نيجيريا في اول مباراه ما سجلتش، وبعد كده الكوت ديفوار ما سجلتش، وبعد كده الكاميرون في نص النهائي ما سجلتش، والسنغال ما سجلتش، فانت قعدت اربع مباريات ما بتسجلش، بتوصل بعد الاكسترا تايم لضربات الجزاء لانك انت حته الشق الهجومي مش قادر تخلصها. لكن انا احنا بنتكلم ان انا شايف ان النسخه الحاليه طبعا لما نيجي نذكر هنقول المرشح رقم واحد هو منتخب المغرب، لان منتخب المغرب رابع العالم وعمل نسخه تاريخيه في كاس العالم في قطر، صحيح. فهو هيبقى رقم واحد في الترشيح، لازم هنحطه في اكيد انجاز غير مسبوق عربيا وافريقيا بالنسبه لقاره، هم حلمهم حاليا ان هم يتوجوا بكاس امم افريقيا، فهي دي رقم واحد. بعد كده هنقول بقى مصر مرشح رقم اثنين بالنسبه لي، هنتكلم على وجهه نظري، مع صاحب الارض كوت ديفوار، مع السنغال طبعا حامله اللقب. يمكن انا بشوف دول ابرز المرشحين للمنافسه على اللقب السنه دي. انا شايف منتخب مصر عنده العوامل اللي تقدر تقوده لانه على الاقل يوصل لنص النهائي او النهائي، وشايف ان طريقه لعب فيتوريا طريقه لعب كويسه للعناصر دي، وطريقه لعب تقدر تحقق المطلوب منها دفاعيا وهجوميا. شايف ان فيتوريا ممكن يكسر الكلمه اللي قالها قبل كده هيكتور كوبر وكارلوس كيروش، ان القماشه او الماتيريال اللي عندي، الخامه اللي عندي من اللاعبين هي اللي بتخليني العب بالشكل الدفاعي البحت ده. انا يعني انا ممكن يغير وجهه النظر، ممكن يغير وجهه النظر، وعنده العناصر، وانا شايف ان اللعيبه مركزه ومحمد صلاح مركز والفريق فايق، يعني اللعيبه دلوقتي فايقه، انا شايف اللعيبه حالتها فايقه، ما كانش عندهم ضغط الماتشات اللي هو قوي، وخدوا واجلوا لهم اخر جوله في الدوري، وفي دعم كبير جدا من كل قيادات الدوله خلف المنتخب، فالتركيز هيبقى كبير من اللعيبه الفتره دي، ومعاك مدرب انا يعني فيتوريا من المدربين الكبار، وبعدين اختيار كابتن حازم امام لان هو شايف وجهه نظر صائبه في المدرب ده، وانت بتتكلم المدرب لعب مع منتخب مصر 14 مباراه من ساعه ما جه، ما خسرش غير مباراه واحده قدام تونس، كسب 12 مباراه وتعادل مباراه، وخسر هي مباراه واحده قدام تونس كانت مباراه وديه، كانت مباراه وديه وكانت لعيبه مش موجوده بتاعه الاهلي، كانت في المعسكر بره وكان في نواقص كتيره، فمش مباراه تقدر تتكلم فيها على قوام المنتخب بشكل كامل، بس برضه خليني اقول لك دي كده عبد اللطيف برضه، ان لا ما يعني ما فيش حاجه اسمها في نواقص، هو المنتخب كان موجود وفي مجموعه كبيره جدا من اللاعبين، اي لاعب هيمثل منتخب مصر ايا ما كان بقى هو بيلعب فين، المفروض ان هو ده قوام منتخب مصر. والله يا احمد اللاعب واحد يفرق في الفترة اللي احنا فيها دي، مركز واحد يفرق، فما بالك بقى في عدة مراكز، لان انت بتبقى باني خطتك وباني طريقة لعبك على الطريقة دي. طب محمد صلاح كان بيلعب المباراة دي؟ محمد صلاح كان بيلعب المباراة دي حقيقي، هي كانت ليها ظروف، احنا بنتكلم برضه بالظبط عشان كده بقول لك انا بتكلم ان الراجل محقق ارقام كويسة، يعني هو لعب 14 مباراة كسب منهم 12 وكسب بلجيكا وكسب، ويمكن التعادل الوحيد كان قدام الجزائر، هو كان كسبان الجزائر اوريدي لولا الهدف اللي جه من غلطة في اخر دقيقة في الامارات، كان زمانه كسب برضه الجزائر بالتيم القوي بتاعها. شايف ازاي برضه خبرات الراجل ده، انه ما دربش منتخبات، هو درب فرق قبل كده وانديه، ما دربش منتخبات قبل كده، ما عشان كده انا شايف ان ده هيبقى حافز للبطوله دي. يمكن المدربين اللي بيدربوا منتخبات كتيره وحققوا انجازات كتيره ممكن الحافز بتاعهم بيقل شويه عن المدربين اللي بيخوضوا التجربه الجديده بالنسبه لهم ويبقى عايزين يثبتوا نفسهم فيها. تعال نروح بقى للاحصائيات اللي انت محضرها لنا عن امم افريقيا وكل المنتخبات اللي فيها. ماشي تمام، هنبدا باول حاجه، اكتر المنتخبات معاهم عدد محترفين يا احمد في الدوريات الاوروبيه الخمسه الكبرى، يعني مش بنتكلم على الدوريات الاوروبيه بشكل عام، لا بنتكلم الخمسه التوب في اوروبا المعروفين، دوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الايطالي، الالماني، الفرنسي. صحيح.
السنغال رقم واحد معاه 17 محترف، هتيجي وراها المغرب 15 محترف، الجزائر 14 محترف، ساحل العاج 13 محترف، مالي 11 محترف، نيجيريا وغانا في المركز السادس 10 محترفين، الكاميرون وغينيا في المركز السابع 9 محترفين، تونس والكونغو 6 محترفين في المركز الثامن، المركز التاسع بوركينا فاسو 5 محترفين، المركز العاشر يا احمد مصر وغينيا بيساو 4 محترفين، محمد صلاح، تريزيجيه، عندنا عمر مرموش، وعندنا النني، هم دول الاربع محترفين في الدوريات الخمسه الكبرى. احنا في لعيب بس هيختلف، ان تريزيجيه هيختلف لان اللي موجود مصطفى محمد، محمد صلاح والنني وعمر مرموش، يمكن بس تريزيجيه عشان بيلعب في الدوري التركي. يعني في ست محترفين بشكل عام، انا بتكلم على الاربعه بس مش في الخمسه الكبرى. بتكلم على الخمسه الكبرى، هم اربعه بس معانا بالظبط. تاني حاجه هنخش على قائمه المنتخبات الاغلى تسوقيا، يمكن هنذكرهم بشكل سريع جدا. هتلاقي في المركز الاول نيجيريا، بعد كده المغرب، بعد كده ساحل العاج، السنغال، غانا، الجزائر، مالي، الكاميرون، مصر ب 135 مليون يورو، الكونغو الديمقراطيه، بوركينا فاسو، وغينيا ب 89 مليون يورو. جميل. طبعا اعلى قيمه تسويقية منتخب نيجيريا، نيجيريا 349 مليون يورو بوينت 9 مليون. وخلي بالك احنا انت بتتكلم في المنتخب نيجيريا معاه 10 محترفين في الدوريات الكبرى. يعني بنتكلم في الخمسه الكبرى، وافضل لاعب في افريقيا كان نيجيري فيكتور اوسمين بالظبط. فمنتخب نيجيريا برضو من المنتخبات الثقيله. يمكن انا قلت المرشحين بس انا في طبعا نيجيريا والجزائر وكده، بس انا برضو بشوف المرشحين زي ما انا قلتهم لك بالترتيب. طبعا هتبقى نيجيريا من ابرز المنتخبات الكبيره في القاره، لكن الموضوع ممكن يعني النسخه دي برضو تبقى شويه. فوز فيكتور اوسمين ممكن يجعل حافز اضافي بالنسبه لمنتخب نيجيريا في كاس الامم الافريقيه. طبعا طبعا طبعا. بس انا ليه ما ذكرتهمش في المرشحين؟ انا بقول لك المرشحين المغرب عشان انجازها، مصر بصفتها ان هي وصلت نهائي، والسنغال حامله اللقب، وكوت ديفوار هي صاحبه الارض. فانا قلت لك الاربع منتخبات دول هم طبعا هيبقوا اهم المرشحين عشان الاسباب دي، لكن طبعا وارد ولا واحد منهم ياخد اللقب، وتلاقي منتخب نيجيريا، منتخب الجزائر، منتخب كاميرون، منتخب غانا حتى وارد. فكل شيء في البطوله، ان البطوله بتبدا بالمنتخبات بتولد جوه البطوله المجمعه. طيب المنافسين لمنتخب مصر في كاس امم افريقيا، المجموعه فيها منتخب مصر، منتخب غانا، منتخب موزمبيق، منتخب الراس الاخضر، او نبدل الراس الاخضر مكان موزمبيق لان موزمبيق في التصنيف الرابع. شايف مين ادوات واقوى اللاعبين وافضل اللاعبين في الفرق اللي احنا هننافسها في المجموعه؟ انا عايز اقسمها لك ان المنتخبات طبعا بتبص على اول حاجه ايه؟ المحترفين اللي معاهم. صحيح. ايه تبقى عناصر القوه؟ احنا انا ليه مرتبهم موزمبيق غانا الراس الاخضر؟ لان ده ترتيب مباراه مصر، مصر هتلعب اول مباراه قدام موزمبيق، بعد كده قدام غانا، واخر مباراه هتبقى قدام الراس الاخضر. يمكن احنا هنستعرض قائمه منتخب موزمبيق على الشاشه، وهقول لك ابرز العناصر العشر المحترفين اللي فيها. قائمه موزمبيق بتضم 10 محترفين في اوروبا بشكل عام بقى. جميل. بتضم برونو لانجا في الدوري البرتغالي، وديفيد في الدوري الارميني، وميشير في السوبر الاسبور التركي، ومندافا في اتلتيكو مدريد الاسباني، وامادي في الدوري البلجيكي، وباوكي في هونكا الفنلندي، وكتامو في سبورتنج لشبونه البرتغالي، وجيما ده في الدوري البرتغالي. وخلي بالك عليه، يعني من العناصر اللي هم متنبئين ليهم في موزمبيق، لاعب لسه صغير في السن وعامل نجاحات كبيره. بيلعب فين هو؟ في تشافس البرتغالي. جميل. وياتشي في ناسيونال البرتغالي، واستالي في بورستهم الالماني. يمكن انا عايز اقول لك حاجه، ان خط هجومهم يا احمد في لاعب اسمه لوا كانيجي، ده مهاجم سجراده الانجولي اللي معانا في مجموعه نادي الزمالك. اللاعب السريع ده، الطويل السريع. ده راس حربه منتخب موزمبيق مع استالي اللي في الدوري الالماني. هم دول يمكن اثنين في قائمه موزمبيق في خط الهجوم. الفريق طبعا يعني بنتكلم ان هو في المركز في التصنيف 111، لعب يعني لعب ثلاث نسخ بس لكاس امم افريقيا، 86 96 98 2010. بس عايز اقول لك على حاجه مميزه في القصه دي، ان دايما
موزمبيق لما تقع مع مصر بنكسبها 2-0 وبناخد البطوله. يعني ما تيجي اجاوب معاك ايه؟ انا حافظ الثلاث مرات. اول مره 86 كابتن طاهر ابو زيد كسبنا بهدفين كابتن طاهر ابو زيد، في 98 كسبنا 2-0 بهدفين كابتن حسام حسن مظبوط، وفي 2010 كسبناهم 2-0 بهدف لجده وهدف ذاتي لمدافع منتخب مصر. هو على فكره برضه اللي كان متسبب فيه جده، فيعني احنا هنتكلم برضه ممكن نقول جده. ممكن نقول جده في الثلاث نسخ خدنا نسخه كاس افريقيا، خدنا توجنا بالبطوله. فدي دي من باب التفاؤل يعني للناس اللي بتتفائل او جابوا لنا مارادونا. مارادونا مين كابتن طاهر ابو زيد بالظبط؟ فدي من باب التفاؤل ان احنا معانا كلنا بنقع مع موزمبيق. يمكن هي موزمبيق اصلا زي ما بنقول ايه، في نسخه واحده بس كانت 96 الزياده اللي هي شاركت عنها، هي شاركت في اربع نسخ يا احمد، 86 و96 و98 و2010. بعد كده هنخش على غانا. يمكن خلي بالك في تاريخ مواجهتنا مع موزمبيق احنا قابلنا موزمبيق خمس مرات، كسبنا خمس مرات، سجلنا 9 اهداف ولم نتلقى اي هدف امام موزمبيق. مظبوط، ده بشكل عام سواء في التصفيات او امم افريقيا. انا زي ما قلت لك احنا واجهناهم في امم افريقيا الثلاث مرات، كانوا في دور المجموعات يعني ما كانش فيهم اي دور اقصائي، والثلاث مرات خلصوا 2-0 وبعديها قدر منتخب مصر يتوج بالبطوله. فدي فال كويس يعني الحمد لله. انا برضو يعني بتحفظ شويه على المنتخب بالموزمبيق النسخه دي، لانه برضو مش هيبقى الخصم السهل، يبقى خصم رخم. وانا بشوف المجموعه برضو من المجموعه الرخمه سنه، ممكن نصنفها مجموعه متوسطه بس هتبقى رخمه كرويا شويه، يعني مش هتبقى مجموعه سهله، مش هتبقى مجموعه سهله. يعمل ايه فيتوري عشان يلاعب موزمبيق بالشكل يخليها تخطى موزمبيق بشكل افضل، او ما يرهقش منتخب مصر في اول مباراه في امم افريقيا؟ لازم اول حاجه يحترم المنتخب اللي احنا ويديله قدره وينزل يلعب على دايما ان انت تسجل مبكرا، تسجل مبكرا بتخلص على طول المباراه. طيب. يمكن عايز اخش على طول في منتخب غانا. منتخب غانا توج باربع نسخ لكاس امم افريقيا. عايز اقول لك بس سريعا عندهم المدرب المحلي بيدرو هو المدرب بتاعهم، وعندهم لعيبه متواجده النسخه دي، عندهم ويليامز وعندهم قدوس وعندهم لعيبه تانية هتصنع الفارق في النسخه الحاليه لغانا. يمكن غانا اخر مره كسبنا فيها كاس، وصلنا كاس العالم كان على حسابها. هنخش على جزر القمر سريعا عشان الوقت. الراس الاخضر، الراس الاخضر كاب فيردي. كاب فيردي الراس الاخضر شارك ثلاث نسخ 2013 و2015 و2021، واقصى انجاز ليه هو بلغ دور ال 16 في نسخه واحده. برضه عندهم ابرز العناصر في بيبي مهاجم رايو فيكانو الاسباني، وعندهم تفاريس لاعب الرائد السعودي، وتحت قياده مدربهم سجلوا 40 هدف واستقبلوا 29 هدف، هو معدل عالي في استقبال الاهداف. فمن منتخب برضه المنتخبات الواعده واللي ممكن يعني هتتعبنا قدام في البطوله باذن، بس هو الحمد لله هي اخر مباراه يعني. انت بتتوقع ايه مشاركه منتخب مصر في النسخه دي؟ ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله هنكسب البطوله باذن الله يعني باذن الله. عبد اللطيف شرفتني ونورتني كالعاده. انا سعيد واتشرفت بوجودي معاك يا احمد، وسعيد ان انا موجود في قناه الزمالك، وان شاء الله نتجدد في لقاء تاني قريب ان شاء الله باذن الله. انتهت حلقتنا، كان معانا في الفقره الثانيه الحواريه عبد اللطيف فوزي المحلل الرياضي. انتهت حلقتنا من زملكاوي، على ملقاء ان شاء الله في حلقه جديده من زملكاوي. الى اللقاء.